الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد الكونغرس الأمريكي: مواجهة الإرهاب لن تقوم على الشقين العسكري والأمني فقط، ولا بد من وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية. ورئيس الوزراء: البدء الفوري في إزالة جميع معابر السكة الحديد الغير قانونية. وأفراح بالأسكندرية عقب تنفيذ أول حكم إعدام على المتهم بإلقاء الصبية. وتعديل قانون النواب للسماح لمزدوج الجنسية بالترشح عقب حكم الدستورية العليا. والنائب العام يستدعي وزير النقل في حادث الشروق. مرحب بحضراتكم معنا في الحياة اليوم، يوم جديد في بداية الأسبوع. بنتابع مع حضراتكم كما هي العادة كل تفاصيل المشهد السياسي من خلال أخبارنا وفقراتنا الرئيسية. النهاردة إن شاء الله زي ما هنتابع من خلال أخبارنا حالا، كان في أحداث كتيرة ومهمة، سواء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد من مجلس النواب الأمريكي، وطبعا الموضوع اللي كان حاضر في الأولوية أو في صدارة المشهد تحدي الإرهاب وإزاي نقدر نواجهه ونتعامل معاه خلال الفترة اللي جاية. أما فيما يتعلق بمجلس الوزراء، لقاءات كتيرة ومهمة النهاردة الرئيس الوزراء والمسؤولين، وتداعيات طبعا حادث الشروق فرضت نفسها، وموضوع طبعا المزلقانات والسكة الحديد، وإن شاء الله هيكون في شغل على الأرض للتعامل مع المزلقانات الغير قانونية. فيما يتعلق بالشق القانوني أو الأحكام القضائية المهمة النهاردة، عندنا الحكم المتعلق بعدم دستورية النص الخاص بمجلس النواب أو مزدوجي الجنسية وموقفهم بالنسبة للترشح. قصة تانية هو أول حكم إعدام وتنفيذ حكم الإعدام بالفعل على المتهم بقتل الصبية من طبعا موضوع اسكندرية وسيدي جابر، وكان طبعا شيء مؤسف جدا. فالنهاردة زي ما شفنا يمكن من خلال بعض المشاهد في العناوين، أصداء هذا الحكم وأصداء تنفيذ هذا الحكم في اسكندرية، ده هنتابعه مع حضراتكم إن شاء الله. بالنسبة لفقرتنا الرئيسية، أهم حاجة دلوقتي بنشتغل عليها سواء أجهزة الدولة أو الإعلام وهو بيتابع استعدادات الأجهزة والشغل اللي بيتم بالنسبة للمؤتمر الاقتصادي. مش بس بنتكلم على الحزمة التشريعية، لكن بنتكلم كمان على طبيعة المشروعات اللي الحكومة متقدمة بيها. هنحاول مع حضراتكم نفهم اللي بيتم وإيه المرجو أو النتائج إن شاء الله اللي ممكن نوصل لها بعد هذا المؤتمر. خبراء في الاقتصاد والنقل هيشرفونا النهاردة فقرتنا الرئيسية للحديث عن هذا الموضوع بإذن الله. نبتدي بقى أخبارنا ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة بوفد من الكونغرس الأمريكي بحضور وزير الخارجية سامح شكري وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة. اللقاء بدأ بالتأكيد على أن مصر بتعتبر حجر الزاوية وأساس الاستقرار في الشرق الأوسط بما تمتلكه من إمكانيات تديها الفرصة للمساهمة في توفير الاستقرار والتقدم للمنطقة ولشعوبها. أعضاء الكونغرس الأمريكي بدورهم أعربوا عن تقديرهم لمواقف مصر الداعمة وتفهمهم لحقيقة الظروف والأوضاع اللي بتمر بيها منطقة الشرق الأوسط. السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة قال عن اللقاء، قال إن الرئيس رد على استفسارات النواب الأمريكان بشأن ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لدعم مصر في المرحلة الراهنة، خاصة طبعا في التحدي المهم بتعامل معاه المنطقة بشكل عام، بتكلم طبعا عن الإرهاب. فالرئيس قال في الجزئية دي عن مواجهة الإرهاب، قال إن المواجهة مش هتقوم أبدا على الشق العسكري والأمني فقط، لكن لازم التعامل مع المنبع، يعني وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة. والرئيس برضو من ناحية تانية اتكلم عن تشجيع الاستثمار في مصر وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب. نعرف تفاصيل أكتر، معانا على التليفون أستاذ أحمد سامي متولي محرر شؤون رئاسة الجمهورية بجريدة الأهرام. مساء الخير يا أستاذ أحمد.
مساء النور استاذ رجنا، اهلا وسهلا بحضرتك. قلت كده بعض الخطوط العريضه او العناوين بالنسبه للقاء النهارده، لو عندك اي تفاصيل ثانيه ايه اللي دار ونتائج هذا اللقاء؟ يعني هو في تفاصيل كثيره، بس سيدي استاذ رجنا لو تسمحي لي بس احب اشير قبل ما نتكلم في موضوع لقاء الرئيس بالوفد الامريكي وفد الكونجرس الامريكي. ايوه. ان هو النهارده بدا تدشين اليه التواصل ما بين الرئيس السيسي والمواطنين اللي كان اعلن عنها في حديثه التلفزيون من اسبوعين. ان هو هيبقى في لقاء بشكل دوري واللجنه، ايوه اللجنه الاعلاميه المكتب الاعلامي بتاع الرئيس هو دلوقتي اللي هيبقى بيتابع الموضوعات ما بينه وبين المواطنين وما بينه وما بين المؤسسات الدوله. فالنهارده ده على الموقع بتاع الرئيس الرسمي على الفيسبوك اللي كان موجود من ايام الحمله الانتخابيه لما كان المشير السيسي. لا تاني كده، يعني الآلية الموقع الخاص بالرئاسة اللجنة الإعلامية هي اللي هتشتغل عليه وهتكون حلقة الوصل ما بين المواطنين وما بين الرئيس أو المواطنين وأجهزة الدولة. يعني لما يحب يوجه حاجة مثلا لمؤسسة ما، فالنهارده هو وجه الشكر على موقعه على الفيسبوك وعلى تويتر. شكر لمبادرة اسمعونا اللي بها شباب اللي هي بتساهم في تنمية القرى الأكثر احتياجا. وجه لهم الشكر على الفيسبوك، وطبعا دلوقتي حوالي 4 مليون مشترك على الموقع دوت. الناس طبعا النهارده يمكن اول مره الاليه تشتغل النهارده بشكل فعال. المبادره دي بتساعد في محو الاميه وبتساعد في توفير استثمارات الناس تشتغل، بتساهم في دعم القوافل الطبيه. مجموعه شباب متطوعين ما لهمش في السياسه ولا اي حاجه خالص. كانت مبادره كويسه من الرئيس، ودي بدايه التفاعل ما بين الرئيس والمواطنين. تمام. طيب نرجع للقاء الرئيس النهارده مع وفد من الكونجرس الامريكي، اهم ما دار في هذا اللقاء استاذ احمد. تمام. اهم ما دار في اللقاء من وجهه نظري هي طبعا اهميه اللجنه دي، بس نحب نشير بيها الناس تعرف ان اللجنه دي اهميتها في اللجنه دي لجنه اعتمادات او لجنه مصغره من لجنه الاعتمادات اللي في الكونجرس، اللجنه الخاصه بالدفاع. أهمية الكونجرس طبعا احنا يمكن الناس كلها برضه مش عارفين أهمية الكونجرس ايه بالنسبة للنظام السياسي الأمريكي، اللي هو النظام الرئاسي، النظام الرئاسي اللي بيعتمد على النظام الرئاسي في الأساس، اللي هو بيبقى فيه فصل ما بين السلطات بشكل كامل، لكن الفصل دوت بيبقى فيه لازم فيه توازن ما بين السلطات نفسها. الكونجرس هنا مؤثر جدا، مفيش أي اعتمادات بتطلع في أي حتة إلا عن طريق الكونجرس، مش عن طريق الرئاسة نفسها. وسبق ان من حوالي اسبوعين لو نتذكر في لجنه فرعيه برضه في الكونجرس طلبت اللي اللجنه اللي بتعمل المساعدات الخارجيه، وجهت للرئيس اوباما طلبت منه ان هو يسمح يعني بالافراج عن كل المساعدات العسكريه لمصر اللي فيها طيارات الاباتشي اللي ناقصه لسه ما جاتش. بتبقى فيها ضغط، وهددت ان هي لو ما تمش الاستجابه ليها ممكن يعني برضه تعرقل بعض القرارات اللي بياخدها رئيس الجمهوريه هناك. فدي اهميه اللجنه دي في البدايه. طيب هنا دلاله بقى ان الرئيس يتكلم على انه مش بس التعامل مع الارهاب شق عسكري وامني، لكن وقف امدادات المال والسلاح، بيقول الكلام ده للجنه، وبرده انه النواب بيكلموه ايه اللي الولايات المتحده الامريكيه ممكن تقدمه لمصر لمساعدتها في التعامل مع الارهاب. يعني ازاي بقى تقرا الرابط وهذا الكلام؟ اللجنة أكدت في حديثها للرئيس السيسي إن هي هتدعم مصر بكافة الإمكانيات المالية اللازمة لمكافحة الإرهاب، سواء في سيناء أو سواء في الإجراءات اللي بتتم في الحدود الغربية، المقصود طبعا الإجراءات في ليبيا. فهتضغط طبعا، بتضغط على الإدارة الأمريكية. وقالت إن هي هتوفر لمصر كل المساعدات اللي هي عايزاها. الرئيس السيسي حمل الإدارة الأمريكية مسؤولية كبيرة، وقال إن دي دولة طبعا الدولة العظمى اللي في العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا، فليها دور كبير جدا على محاربة الإرهاب، فلازم تطلع بهذا الدور. دي أهم حاجات دارت في الحديث النهارده. وقال إن كمان مش بس الشق العسكري، لكن في شق اقتصادي، إحنا عايزين استثمارات أمريكية. وأكد طبعا على الأهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا وضرورة تنميتها. تمام يا أستاذ أحمد، أنا بشكرك أستاذ أحمد سامي متولي محرر شؤون الرئاسة بجريدة الأهرام، شكرا جزيلا.
بالنسبه بقى لاعمال مجلس الوزراء النهارده المجلس شهد عدد كبير من الفعاليات، سواء بنتكلم على اجتماع رئيس الوزراء بخصوص التعامل مع المزلقانات الغير قانونيه على السكه الحديد بعد حادثه امبارح، والاجتماع ده حضروا وزراء التنميه المحليه والنقل والداخليه وكل المسؤولين المعنيين بالقصه دي. والمجلس استعرض تفاصيل حادث امبارح، ورئيس الوزراء شدد على انه لن يفلت احد من الحساب وان احنا في انتظار تحقيقات النيابه. وزير التنميه المحليه من جانبه اكد على انه هيتم التنبيه على جميع المحافظين علشان ينسقوا بشكل كامل مع هيئه السكه الحديد ومع مديريات الامن بالمحافظات علشان يتعاملوا ويزيلوا بشكل فوري المعابر المخالفه. في نفس التوقيت اغلاق المعابر شديده الخطوره. برضو النهارده المهندس ابراهيم محلب التقى باربعه من الوزراء السابقين اللي شملهم التعديل الوزاري الاخير. نتكلم على اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه السابق، السيد هشام زعزوع وزير السياحه السابق، السيد عاطف حلمي المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات، ومحمود ابو النصر دكتور ابو النصر وزير التربيه والتعليم، لكن غاب عن اللقاء النهارده وزير الزراعه السابق دكتور عادل البلتاجي ودكتور جابر عصفور وزير الثقافه السابق. انا معايا على التليفون سيد هشام زعزوع وزير السياحه السابق اللي طبعا كان حريص على التواجد النهارده ويلبي دعوه رئيس الوزراء. برحب بحضرتك معانا يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا. يعني الحمد لله بارك لك على المنصب الجديد ان شاء الله، لكن اكيد عايزين نتكلم على دلاله اللقاء النهارده، السنه المحموده الحقيقه مصر ما بعد 30 يونيو، يعني التواصل ما بين اللي بيغادر مكانه وما بين القادم، مش بس بنتكلم على التهنئه لكن حتى تبادل الخبرات والروح الطيبه. الحقيقه يا فندم انا موافق حضرتك تماما، دي سنه محموده جدا وانا بعتبرها بدايه مرحله فيها هذه الثقافه اللي هي غابت عن بلادنا، ان المسؤول لما بيغادر المنصب لاي سبب يعني بيفسر كان في اغلب الاحيان في الماضي بانه ده قصر او مغضوب عليه او ما الى ذلك. الواقع انه كتير ما بيكونش كده. النهارده التغيير جزء من سنه الحياه وسنه التداول، ومفيش حد المفروض يبقى قاعد في مكانه العمر كله. وحاليا بلدنا عايزه التضحيه وعايزه ان احنا كل شويه نجيب فكر جديد يناسب المرحله ونضخ بدماء والى ذلك. وانا الحقيقه يعني بنتهز الفرصه دي عشان اشكر رئيس مجلس الوزراء واشكر الاستاذ رئيس الجمهوريه طبعا عن الفترة اللي فاتت ديت اللي انا حاولت ان انا اساعد فيها قدر استطاعتي في الملف بتاعي، وسعيد النهارده بدعوة السيد رئيس الوزراء. كلمنا عن جو اللقاء النهارده كده يا فندم. لقاء ودي للغاية وبيتكلم فيه رئيس الوزراء عن تقديره لكل واحد فينا عمله، وانه احنا اصبح عندنا رصيد من الخبرة، مطلوب ان دايما نتواصل مع الحكومة وده هيحصل ان شاء الله، ومع الوزراء الجدد بصفه دايمه. يعني احنا بقى عندنا مجلس اللي هو قدام المحافظين، ممكن يبقى حاجه زي كده الوزراء. ايوه مظبوط. فاحنا ده وطلب ان احنا يعني نتقابل تاني على مستوى شخصي واجتماعي. والحقيقه اللي فاجئت بيه النهارده بانه دعانا لضروره حضور مؤتمر شرم الشيخ. يعني انا من الوزراء العشرة اللي كانوا هيقدموا ورقه عمل، طبعا الوزير الجديد هيقدمها. انما طلب من الوزراء وادانا جواب رسمي بدعوتنا لحضور المؤتمر، وان احنا نقول ارائنا فيه ونشارك. لا طبعا يا فندم، انتوا اشتغلتوا في ظرف شديد الحساسيه والدقه، ويعني يعني بالتاكيد ده ابسط شيء يعني انك تكونوا موجودين وحاضرين ان شاء الله هذا العرس. والله انا بالنسبه لي شايفه يعني سنه محموده، و وانه فعلا في تواصل، وانه انا مش ضروري يا فندم اخدم بلدي فقط موقع تنفيذي، ممكن اخدمها من اي موقع اخر بشكل او باخر. ومصر ادتنا كتير الحقيقه، واحنا انا سعيد وراضي وبشكر الحكومه، بشكر حضرتك على المداخله دي عموما لايضاح ما تم النهارده، وانا كنت سعيد باللقاء ده جدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا مش بس على اللقاء أو على المداخلة، لكن كل إنسان دلوقتي بيقوم بدوره وبيجتهد أكيد بيستحق من الشعب المصري كل تقدير وكل شكر، ونخدم مصر في أي موقع وفي أي مكان بإذن الله زي ما حضرتك تفضلت. شكرا جزيلا وزير السياحة السابق سيد هشام زعزوع، شكرا لحضرتك.
النهارده مصلحه السجون نفذت اول حكم ضد اعمال الشغب الاخوانيه في حق المحكوم عليه محمود حسين رمضان عبد النبي. ده المتهم في وقعة إلقاء الأطفال من أعلى عقار بمحافظة اسكندرية، والتنفيذ الحكم النهاردة جه بعد ما تم استنفاذ جميع مراحل التقاضي. تم نقل الجثمان بعد توقيع الكشف الطبي عليه للتأكد من وفاته. اتنقل الجثمان لمستشفى كوم الدكة بالإسكندرية علشان أسرته يستلموا طبعا جثمانه لدفنه. ووفقا لمعلوماتنا، يمكن ده بيحصل في الوقت الحالي، وصلت الاسره بالفعل واستلموا جثمان ابنه. وزاره الداخليه من جانبها اعلنت في بيان ليها ان اداره السجون نفذت الحكم ده وفقا للاجراءات القانونيه. الحكم تم تنفيذه في سجن برج العرب، وهو نفس السجن الموجود فيه حاليا المتهم محمد مرسي. واداره السجن رفعت الرايه السوداء اثناء التنفيذ، وحضرت لجنه الاعدام المكونه من مامور السجن ووكيل النيابه والواعظ، وتم تنفيذ حكم الاعدام عليه. في المقابل ده بقى مشاعر الناس، يعني مشاعر ممكن يكونوا دول من أهالي الشباب اللي تم التعامل معهم طبعا بغدر وخصة وإلقائهم من على سطح العمارة زي ما كنا بنتابعه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني فيعني ده كان لازم يتم بالتأكيد. ويمكن أنا أتذكر مداخلة لوالد الشاب يعني الضحية، وكان بيتكلم على أنه كان ليه أمنية، يعني أمنية وحيدة، قال زي ما أنا شفت ابني وزي مصر كلها ما شافت ابني وهو بيترمي وهو بيموت، أنا عايز أشوف الراجل ده وهو بينفذ عليه الحكم وبيعدم أمامي. الشكر لله سبحانه وتعالى. النهاردة ربنا سبحانه وتعالى من علينا بفضله ونعمه أن النهاردة ربنا يكرمنا بتنفيذ حكم الإعدام على الجاني الأساسي في الجريمة اللي هو القاتل لابن الشهيد محمد بدر حسونة. فالحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يا رب. هو ده العدل بتاع ربنا، وده عدل قضائنا الحمد لله ورجال القضاء المصري. ألف حمد وشكر ليك يا رب. طبعا كنا منتظرين الحكم من 20 شهر وثلاث أيام بالظبط كده، فالحمد لله النهاردة يعني الحكم سمعناه، طبعا أسلق قلوبنا الحمد لله. ألف حمد وشكر ليك يا رب. إن شاء الله بإذن الله عقبال بقية الجناة، إن شاء الله عقبال القاتل بتاع ال 25 جندي بتوع سين اللي هو عادل حبارة، إن شاء الله بإذن الله برضو يجي يتنفذ عليه حكم الإعدام، عشان برضو أهالي 25 شهيد اللي هي أصلا 25 أسرة، إن شاء الله بإذن الله برضو بالهم يهدأ برضو وعينيهم تغمض ويشوفوا أشغالهم ويشوفوا مصالحهم. فده يعتبر النهاردة اللي هو الجاني الإرهابي الملتحي محمود حسن رمضان، ده يعتبر أول جاني من أول الثورات يتنفذ عليه الحكم الفعلي بحكم الإعدام. وده طبعا هتبقى ردع للجماعة الإرهابية، لان هم شايفين كده القصاص شكله ايه، او القصاص عامل ازاي، مش مجرد ان واحد قاعد في السجن هيقعد مده وبعد كده هيطلعوه، لا، من قتل يقتل، من قتل يقتل. ده سامعين في التقرير او في اللقاء ان ده تنفيذا لحكم القضاء ومن قتل يقتل، لكن افتكروا حضراتكم المتهم اللي تم تنفيذ حكم الاعدام عليه، يعني ربنا يرحمه، هو يعني بين ايدين ربنا، اتسجل معاه بعد ما هرب وبعد ما حلق دقنه والكلام ده، وخدنا منه كده، كانت وزاره الداخليه خدت منه اعتراف او كان بيحكي اللي حصل بعد ما حكى كل التفاصيل، وكانت تفاصيل مؤلمه جدا لما هو حكاها. يعني بيقول لك انا فاكر، هو اللي قال انا فاكر الولد وانا جاي ارميه، بيقول لي لا يا شيخ، لا، يعني بيتكلم على، طبعا احنا عندنا كده في مفهومنا ان قبل طبعا ما يتم الكشف عن نوايا هذه الجماعات وان المظهر بيخبي حاجات كتيره قوي، انه بيقول له لا يا شيخ، انه الشيخ يعني بلاش يا شيخ ترميني والنبي ما ترميني. فهو نفسه الراجل ده قال انا استحق الاعدام، انا استحق الموت، اعدموني اعدموني، انا عارف كويس قوي انا عملت ايه، ومنظر الولاد وانا بتعامل معاهم بالشكل ده وبرميهم بالشكل ده من على سطح العماره، انا نفسي يعني اعدموني. ده كانت الكلمه اللي كان دايما بيقولها ساعه
ساعة ما تقبض عليه. على كل الأحوال في كلام كتير بيدور دلوقتي إن وزارة الداخلية سجلت لحظة إعدام هذا المتهم، وإنها تبعت الفيديو هترسله لوسائل الإعلام علشان الناس كلها تشوف الكلام ده. إنه طبعا ده لو حصل هيبقى أول مرة، هتبقى دي سابقة يعني تاريخية، لكن يمكن لأن الظرف استثنائي، يمكن لأن الشعب المصري محتاج إن هو يعني يشوف القصاص بعينيه ما بعد طول انتظار، الردع مطلوب، وفي نفس الوقت كمان إنه علنية الحكم وعلنية تنفيذ الحكم. على كل الأحوال إحنا هنستنى ونشوف إذا كان بالفعل الكلام ده هيتحقق، وهنشوف اللحظة دي وهي مسجلة وتذاع، ده كله هيبان إن شاء الله خلال الساعات اللي جاية. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع لحضراتكم. مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية. النهاردة دكتور عادل عدوي وزير الصحة أعلن عن وفاة حالتين بإنفلونزا الطيور. الحالة الأولى لسيدة عمرها 32 سنة من محافظة المنوفية، والتانية لسيدة عمرها 43 سنة من محافظة الشرقية. ده غير الإصابة يعني حالة جديدة برضو مصابة سيدة عمرها 43 سنة من محافظة الجيزة. الوزارة في بيان صدر ليها بتتكلم عن شفاء 3 حالات مصابة بإنفلونزا الطيور من محافظة الشرقية. غير موضوع الموقف من إنفلونزا الطيور، وزارة الصحة وضعت استعدادات مكثفة ضمن طبعا الوزارات المعنية بالمؤتمر الاقتصادي. نعرف برضه تفاصيل أكتر عن الموضوع ده وغيره من المواضيع المعنية طبعا بها وزارة الصحة. معانا على الهواء مباشرة دكتور عادل العدوي وزير الصحة اللي مشرفنا في الحياة اليوم. سيادة الوزير مساء الخير وبرحب بحضرتك. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سياده الوزير، اسمح لي الاول نبتدي بالمؤتمر الاقتصادي. كلنا مهتمين نعرف ازاي الدوله مستعده فيما يتعلق بوزاره الصحه، اخر الترتيبات اخر الاستعدادات ايه يا فندم؟ اولا فيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي، حضرتك تعلمي جيدا المؤتمر الاقتصادي ده خطوه من الخطوات الهامه جدا على الطريق بالنسبه لمصر في تاريخنا في المرحلة الحالية، اللي هو بيعتبر نقطة انطلاق بالنسبة لمصر لآفاق المستقبل والتنمية. كلنا لازم نكون مقتنعين بهذا، ودور وزارتنا بصورة عامة ليس وزارة الصحة فقط، يمكن وزارة الصحة عليها عبء إضافي وهو تأمين الخطة العلاجية والخطة الإسعافية لكل السادة حاضري المؤتمر، حتى نظهر بالمظهر اللائق بسمعة مصر في هذا الحدث التاريخي الهام في هذه الفترة الفارقة من عمر بلدنا إن شاء الله. طبعا كان في استعدادات مسبقة قبل الموعد، إن شاء الله احنا هنبدأ الجمعة القادمة فعاليات المؤتمر بإذن الله، ولكن الخطوات الوقائية فيما يتعلق من تحضير أماكن إقامة الوفود، من تحضير أيضا كل قاعات المؤتمر نفسها فيما يتعلق بالجوانب الوقائية، حتى الأغذية التي ستقدم للوفود، كل هذا لابد من الإشراف الطبي الدقيق من الجانب الوقائي عليها جميعا في كل أماكن الإقامة. أيضا فيما يتعلق بالجوانب العلاجية تم تجهيز المستشفى شرم الشيخ الدولي حتى تليق بهذا الحدث الهام. زرنا المستشفى عدة مرات، وكان هناك الاستعدادات تجري على قدم وساق من ناحية استكمال البنية التحتية إذا كان هناك تعطل في بعض الخطوط، أو زيادة الكفاءة الاستيعابية للمستشفى واستكمال كل الأجهزة. وأيضا الفرق الطبية، هيكون في فرق دعم طبي في أثناء انعقاد المؤتمر، قبل المؤتمر وأثناء وبعد المؤتمر أيضا، حتى يكون هناك استعداد كافي يليق بالحدث التاريخي الهام. فيما يتعلق أيضا بالجوانب الإسعافية، تم افتتاح المركز الإقليمي للخدمات الإسعافية في مدينة شرم الشيخ، وده بيخدم جنوب سيناء وشمال سيناء وإقليم القناة أيضا، وافتتاحه يتواكب مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي بإذن الله بكفاءة عالية وفرق طبية وإسعافية مدربة، وهناك أيضا عيادات طبية مجهزة في قاعات انعقاد المؤتمر بإذن الله. من ناحية الاستعدادات الطبية إن شاء الله بإذن الله سيمر الحدث بدون أن نحتاج إلى فعاليات كبيرة فيما يتعلق بالجوانب الطبية، ولكن نحن بالفرق الطبية والخدمات الإسعافية والخدمات العلاجية حاضرين لتقديم أي دعم طبي يليق بمصر في هذا المكان. الرسالة أيضا مفادها أن احنا بنقول للحاضرين سواء من الدول العربية أو الدول الأجنبية أن مصر في هذا المؤتمر على قدر الحدث،
ولدينا استعدادات مكثفة، وده يخدمنا في خريطة السياحة بإذن الله تعالى. هنا يشهد العالم ويشهد الضيوف خريطة الخدمات الإسعافية الموجودة في مدينة شرم الشيخ أثناء انعقاد المؤتمر، وأيضا المستشفى وكافة الخدمات الصحية في هذا التوقيت بإذن الله. هو التحضير والاستعدادات اللي حضرتك يعني تفضلت وشرحتها لينا، ده اتعمل لها مثلا ميزانية خاصة يعني كلفت الوزارة، ولا ده ضمن برضو جاي في إطار السياق الطبيعي لوزارة الصحة والاستعدادات المفترض أنها تكون موجودة، ولا لا؟ هو حضرتك في جزء كبير جدا تم رصده طبعا، ولكن هو السياق الطبيعي يعني افتتاح مركز الخدمات الإسعافية. مركز الخدمات الإسعافية كان متفق عليه أن يفتتح في هذا التوقيت تزامنا مع افتتاح المؤتمر، فده إجراء طبيعي وده بيستمر معنا على طول الخط. ولكن فيما يتعلق بالخدمات الإضافية من فرق طبية بيتم دعمها من ميزانية وزارة الصحة وميزانية أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إنما خطة التطوير واضحة والخدمات الوقائية أيضا موجودة بالفعل من قبلها بفترة طويلة. هل نقدر نعرف تكلفت الخطة دي يعني يعني أنا مش هقدر أقول لحضرتك بالضبط عن التكلفة. ما أنا برضو التقديرية نتراجع في السؤال، لأنه أكيد أي حاجة طبعا تهون دلوقتي قدام لا يعني لأن هي التكلفة يا أستاذة لبنى بتحسب بعد الانتهاء، هناك مبالغ تم رصدها، ولكن عدد الفرق الطبية الموجودة على سبيل المثال، عدد احتياجنا لخدمات علاجية معينة، كم مرة بعمل أشعة معينة، كم مرة بعمل تحليل معين، كل هذه هو لا بيقدرش أقول لك التكلفة إلا بعد انتهاء الحدث وفعالية الحدث بإذن الله. هي وزارة الصحة دكتور بس يعني بتتكلموا على استعداد لأن المؤتمر يخرج وينتهي بأمان إن شاء الله، ولا وزارة الصحة هي كمان ضمن الوزارات المعنية إنها تقدم تصور أو مشاريع أو تعاون وتنسيق مع جهات استثمار حتى في المجال الطبي؟ لا، بالنسبة للحدث مهمة وزارة الصحة تأمين الحدث من وجهة نظر طبية. يعني مثالها مثال أي حدث بيقام على أرض مصر، إن فعاليات الحدث لابد من تأمينها طبيا، وده بيحدث في أي بلد في العالم. ولكن فيما يتعلق بمؤتمر اقتصادي ونافذة جديدة على المستقبل، هناك العديد من المشروعات والأطروحات اللي هيتم طرحها إن شاء الله، سواء في صورة ورق عمل أو في صورة اتفاقيات تفاهم خلال المؤتمر الاقتصادي. على سبيل المثال عندنا اتفاقية تفاهم مع إحدى الشركات العملاقة في مجال تصنيع الأجهزة الطبية بإنشاء وحدة متخصصة لإدارة التكنولوجيا الطبية. إدارة الوحدة هذا فكر جديد ويعني علامة جديدة من علامات الإدارات الصحية، أن يكون هناك إدارة مسؤولة عن إدارة التكنولوجيا الطبية وتقييم الأجهزة الطبية بصورة عامة ورصد الاحتياج الحقيقي لها وطرق توزيع الأجهزة الطبية، وكل ده مقترن بعمليات تدريب متواصلة للعاملين عليها حتى نعظم الاستفادة من الأجهزة والتكنولوجيا الطبية الحديثة. ده اتفاق تفاهم أو مذكرة تفاهم هيتم توقيعها بإذن الله تعالى مع أحد الشركات العملاقة في التكنولوجيا الطبية. هناك أيضا مشروعات هيتم طرحها للاستثمار، على سبيل المثال مشروع إنشاء مصنع للحقن الآمن أو استخدام الحقن ذاتية التدمير. تعلمي حضرتك قدر المعاناة اللي بيعانيها العالم ونحن في مصر أيضا من الحقن الخاطئ أو عدم أمان الحقن. هذا مشروع جديد يتحدث العالم كله عنه، فهناك طرح لإنشاء هذا المصنع. أيضا في أيضا طرح لإنشاء مصنع للمواد الخام التي تستخدم في صناعات الأدوية، يقدم بالتنسيق مع وزارة الاستثمار. أيضا هناك العديد من المشروعات المطروحة في المؤتمر الاقتصادي، على سبيل المثال مشروع أيضا للتخلص الآمن من النفايات الطبية، مشروع لإنشاء مصنع لمشتقات الدم وكيفية استخدام مشتقات الدم اللي بتلزم لمرضى الأورام ومرضى الكبد ومرضى الفشل الكلوي. هذه مشاريع مطروحة، ولكن فيما يتعلق بالطرح المباشر كان لزاما أن يكون هناك دراسة اقتصادية. يعني إحنا المشروعات إحنا بنعدها كمتخصصين وتقدم للمسؤولين في الاستثمار أو الإدارات المالية لوضع التصور المالي الكامل للمشروع. المشروع أن يقدم في صورة ورقة عمل لابد أن يستوفي كل الدراسات سواء الفنية والإدارية وأيضا القانونية، ولابد من إنهاء الدراسات المالية. فإحنا قدمنا هذه المشروعات كلها للمسؤولين، وإن شاء الله يطرح منها جزء ليس بالقليل، ولكن فيما يتعلق بمذكرة التفاهم إن شاء الله يتم الموافقة عليها ويتم التوقيع
اثناء المؤتمر باذن الله. يعني احنا بنفرق ما بين مذكرات او اتفاقيات تفاهم وما بين مشروعات طرحها وزاره الصحه، فاحنا بنتكلم على انه في حاجات منها خدت موافقات مبدئيه معالي الوزير، ولا المساله متروكه للنقاش والتفاهم بعد المؤتمر او اثناء المؤتمر؟ في موافقات مبدئيه، لان مؤتمر اقتصادي حضرتك بيطرح رؤيه للاستثمار وتصور حقيقي لكل القطاعات في مجالات الاستثمار. تمام. يعني في مجال مهم جدا هو مجال السياحه العلاجيه سيتم طرحه ايضا، ولكن يحتاج الى الكثير من التكاتف وكثير من الدراسات وكثير من اللي بنقول عليه دراسات الجدوى فيما يتعلق بتحديد الاماكن وتحديد المخرج النهائي لهذا المشروع، حتى يتم وضع شريك رئيسي لنا في مصر في هذه المشروعات. انما المشروعات اللي بقول لحضرتك عليها مشروع الحقن الآمن، هذه مشروعات متوافق عليها، مشروع مشتقات الدم أيضا، مشروع النفايات الطبية، كل هذه مشروعات تم الموافقة عليها بإذن الله إن شاء الله. طيب عايزة أتكلم مع حضرتك في موضوع، ويمكن بعد فترة من التطبيق خلينا أقول أو من نزول الدواء في الأسواق، كنت حضرتك موجود معايا على التليفون من أيام وبنتكلم على سوفالدي المصري أو الدواء المصري يعني، ومدى فعالية المادة الفعالة اللي تم استخدامها والضوابط اللي هتطبق في الصيدليات لتداول هذا الدواء. من متابعة بقى وزارة الصحة المسألة ماشية إزاي يا فندم دلوقتي؟ هل في أي شكاوى؟ الإيقاع مظبوط الحمد لله ولا إيه الوضع؟ لا، ولسه الوقت قليل جدا من الأسبوع الماضي حتى اليوم حتى نحن يكون هناك حكم، يعني تقريبا حكم نهائي. نحتاج فترة من الوقت عشان خاطر الالتزام بضوابط الصرف، لأن زي ما قلت لحضرتك المرة الماضية إحنا بنتحدث عن منظومة كاملة، عن حملة قومية مش للعلاج، حملة قومية لاستئصال المرض. والحملة القومية لاستئصال المرض بيلزمها الكثير من الضوابط وكثير من الاستعداد من فرق العمل والسادة المعالجين وأيضا المرضى وصيدليات صرف الدواء أن تشترك معنا في هذه المنظومة. هي الدفعة اللي جاية من الدواء هتطرح في خلال قد إيه يا فندم؟ لا، احنا في دفعات، الدفعات او تدفق الدفعات مستمر بصفة مستمرة يوميا، ما بقيش غير الدفعة الأخيرة إن شاء الله، وبعد كده في تعاقد. لا، في يعني كميات بتصل كل فترة زمنية من 3 أسابيع إلى 4 أسابيع. إنما لا يوجد عجز ولا يوجد نقص في الكميات اللي احنا محتاجينها حتى وقت الحالي اللي احنا مع حضرتك فيه. طيب نروح لموضوع تاني، الموقف بالنسبة للإنفلونزا الطيور معالي الوزير. طبعا. أنا في الخبر وأنا بقدم حضرتك 3 حالات كلها لسيدات، حالات متوفاة وحالات تانية تحت العلاج حاليا، وبرضو في محافظات بنتكلم محافظات ذات طابع ريفي. فليه الموضوع ما بينتهيش يا معالي الوزير؟ يعني احنا دايما بنتكلم برضو على الثقافة، الوعي. هو السؤال حضرتك، احنا ليس تأخذ المواقف بالتمنيات، نحن نتمنى أن ينتهي الموضوع، ولكن لابد أن نواجه نفسنا بالحقيقة، وهي أن مشكلة أنفلونزا الطيور في مصر أصبحت متوطنة منذ عام 2006. معنى أنها متوطنة يبقى التخلص التام منها يستلزم تكاتف العديد من الجهات، يمكن وزارة الصحة هي المحطة النهائية، لأن حتى الآن هذا الفيروس الحمد لله لا ينتقل من إنسان إلى إنسان، إنما ينتقل من الطيور إلى الإنسان. هذه هي الحقيقة أو الخاص. وللأسف الشديد زيادة الأعداد قد تؤدي إلى تحور جيني في الفيروس وينتقل من إنسان إلى إنسان، هنا هتكون المشكلة الكبرى أو الكارثة اللي إن شاء الله ما تحدث بإذن الله. فإحنا من ناحيتنا في وزارة الصحة بنتابع هذا بصورة يومية تقريبا، وفي تحليلات بترسل إلى المعامل المتخصصة وأيضا معمل الأبحاث الأمريكية اللي هو نامرو، وبنرسل تحليلات في الخارج عشان نتأكد أن ما حدث أي تحور من التحورات الجينية في الفيروس ده، المشكلة اللي إحنا بنتابعها بصورة دقيقة. إن حضرتك بتسأليني السؤال ده، هو بكرة إن شاء الله اللي هو 8 مارس هيصل إلى القاهرة وفد رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية برئاسة نائب مدير المنظمة، ومصاحب ليه فريق أيضا من منظمة الفاو وفريق أيضا من مركز التحكم في الأمراض في أتلانتا. هذا الفريق أنا كنت متواجد من حوالي 1.5 شهر في منظمة الصحة العالمية، واتفقت مع المسؤولين على لابد من إيفاد فريق عالي المستوى متخصص في مرض أنفلونزا وفي أنفلونزا الطيور على وجه التحديد، حتى يتم تقييم الوضع على الطبيعة فيما يخص الجزء الصحي وفيما يخص الجزء البيطري مع وزارة الزراعة. وهناك تنسيق تام مع المسؤولين في إدارة الخدمات البيطرية على التواجد مع هذا فريق العمل اعتبارا من باكر، أنا هستقبلهم بكرة إن شاء الله،
وسيستمر عملهم حتى يوم الخميس 12 مارس بإذن الله تعالى، هيرفعوا التقرير النهائي ليا ولسيادة وزير الزراعة. مما لا شك فيه أن الاستجابة الفورية من المسؤولين في منظمة الصحة العالمية مأخوذة محل التقدير، لأن هو الوفد جاي متطوع، ما فيش أي تكلفة على مصر بإذن الله من حضور وإقامة، وأيضا الدراسات اللي هيقوموا بيها عشان نحلل الموقف بصورة دقيقة ونقف على الطبيعة. طبعا طب ممكن تدينا أمثلة كده يعني نبسط المسألة برضو يا دكتور عادل، يعني وفد منظمة الصحة العالمية هيساعد مصر ازاي؟ يعني أبحاث، دراسات، يدينا مثلا تجارب دول، يعني برضو يساعدونا ازاي في التعامل مع هذا المرض؟ لكل مرض ميكروبي أو مرض فيروسي هناك خبراء متخصصين على مستوى العالم. مفهوم. الخبراء المتخصصين على مستوى العالم النوهاو أو ماهية التعامل مع الأزمة بأيديهم هم بيضعوا توصيات إلى العالم أجمع. حتى في استخدام أسلوب علاجي أو تقنية علاجية جديدة لابد من ناخد الأبروفل أو ناخد الموافقة من الجهات العالمية المسؤولة، لأن هذه تشكل مسؤولية. إذا كان هناك إجراء محدد تجاه مثلا الثروة الداجنة، إذا كان هناك اتجاه محدد ناحية استخدام لقاحات أو أمصال معينة، إذا كان لابد من أخذ إجراء طبي معين تجاه المخالطين، هذه كلها تأخذ في الاحتياطات والمحاذير الدولية. فعشان أي إجراء المسؤولين ياخدوه على المستوى البيطري في وزارة الزراعة لابد أن يكون محفوفا بكل التوصيات الدولية. بالنسبة لنا إحنا في وزارة الصحة دورنا عند الترصد الجيد بالنسبة لهذه الحالات ومراعاة المخالطين للطيور، وطبعا حملات التوعية والتثقيف الصحي عشان حضرتك تعلمي التربية المنزلية. بص يا سيادة الوزير، الجزئية الحقيقة دي أنا يعني عايزين نتكلم فيها باستفاضة شوية، لأن كل حضرتك تفضلت بيه إحنا عارفين الموقف وعارفين مشاكلنا إيه، وعندنا قانون بيمنع موضوع نقل الدواجن الحية، عندنا سيدات مازال الوعي والثقافة الطبية أو الوعي الصحي مفقود بالنسبة لهم، وبقالنا سنين بنتكلم يعني ما تخلطيش الفراخ، ولو في مثلا حاجه في شبهه انها تكون عيانه نعمل كذا وكذا وكذا. فين الارشاد، فين التوعيه، فين التنسيق ما بين وزاره الصحه ووزاره الزراعه، فين المرشدات الريفيات، فين التواصل؟ يعني عايزه اعرف بس الجهد بقى المبذول مع البشر مع الناس. حضرتك بتساليني فين؟ عشان حضرتك ما شفتيش، ما هذا ده موجود بصفه اكثر من مستمر. احنا عشان بنشوف النتائج ان لسه في اعداد اصابات ووفيات. اللي عايز اقول لحضرتك الاعداد ده هي نتيجه وجود نظام ترصد دقيق من قبل المسؤولين في القطاع الوقائي. يمكن انا ما اقدرش اجزم، لكن قبل كده يمكن كان في حالات اكتر، انما في ترصد اكتر من صارم في هذا القطاع انا بقوده بنفسي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه التنسيق ما بين المسؤولين في الخدمات البيطريه انا برضو بتولاه بنفسي ومع المسؤولين في وزاره الزراعه. اذا كان الوفد انا اتفقت مع الوفد برضو بمجهود مع المسؤولين في هذا التخصص، وطلبت ان هذا الوفد يصل في اسرع وقت ممكن حتى يرى الوضع الطبيعي ونعمل تحليل للوضع على الطبيعه ونشوف احنا ماشيين بصوره سليمه ام لا. لان طبعا زي ما بقول لحضرتك متكلمي على شيء متوطن منذ عام 2006 في اخطاء في السلوكيات، احنا بنقوم بدورنا برضو فيما يتعلق بالسلوكيات، في اخطاء في التطبيق بنحاول ايضا ان احنا نرصد هذه الاخطاء، وطبعا بالتنسيق مع مع هيئه الخدمات البيطريه في وزاره الزراعه ووزاره التنميه المحليه عشان نقل من محافظه الى اخرى. هناك مجهود كبير يبذل في هذا الشان، وان شاء الله باذن الله تنحصر هذه المشكله ونضع الاساليب السليمه لعلاجها باذن الله. كل التوفيق لحضراتكم ان شاء الله معالي وزير الصحه دكتور عادل العدوي، بشكرك على وقتك وعلى تشريفك معانا على الهواء مباشره في الحياه اليوم لتوضيح الشغل اللي بتعمله وزاره الصحه فيما يتعلق بامراض مضطرين نتعامل معها لانها اصبحت واقع في مجتمعنا المصري، سواء فيروس سي وجهود الوزارة في أنها تقضي على هذا الفيروس بشكل نهائي، زي ما كان بيتكلم معالي الوزير أن ده المشروع القومي بالنسبة لنا بإذن الله، أن مصر بلا فيروس سي أو حتى انفلونزا الطيور واستعدادات الوزارة كمان بالنسبة للمؤتمر الاقتصادي. شكرا دكتور عادل العدوي وزير الصحة.
بالنسبه لانتخابات البرلمان بقى، النهارده المحكمه الدستوريه العليا في جلستها برئاسه المستشار انور العاصي النائب الاول لرئيس المحكمه قضت بعدم دستوريه عباره متمتعي الجنسيه المصريه منفرده الخاصه بالبند الاول من الماده 8 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنه 2014 ورفض ما عدا ذلك من طلبات في الدعوه رقم 24 لسنه 37 قضائيه. خلاصة الكلام ده إن المحكمة الدستورية سمحت لمزدوجي الجنسية للمصري اللي عايش بره ومعاه جنسية تانية إنه يترشح للبرلمان. تم قبول كمان أو عدم قبول الدعوة رقم 25 لسنة 37 قضائية واللي بتطعن في دستورية المادة 3 من قانون مجلس النواب والخاصة بعدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي ونظام القوائم والمادة 4 من ذات القانون والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية. نتابع مع حضراتكم. حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة متمتع بالجنسية المصرية منفردة الواردة بالبند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. معانا على التليفون استاذ عصام الاسلامبولي الفقيه القانوني والدستوري ومعايا كمان دكتور علي عبد العال عضو لجنه تقسيم الدوائر. ابتدي مع حضرتك استاذ عصام، برحب بحضرتك، مساء الخير. اهلا بيك يا استاذ. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عصام، قول لي بقى اهميه هذا الحكم واللي هيترتب عليه بالنسبه للقوانين المنظمه للانتخابات. طبعا هو اهميه هذا الحكم انه حضرتك الدستور الجديد المصري الجديد ورد فيه لاول مره نص يتعلق في الماده 88 بحق المصريين المقيمين في الخارج في المساهمه في الحياه العامه، والتزمت الدوله ان تكفل لها ممارسه هذه الحقوق، وايضا الفقره الثانيه قالت المشرع ينظم ده وفق اوضاعهم الخاصه. فكانت وجهه النظر انه تفعيل الماده 88 من الدستور يتعارض او تطبيقها يتعارض مع ما جاء في الماده الثامنه من قانون مجلس النواب البند 1 عندما اشترطت في المترشح ان يكون حاملا جنسيه مصريه متفرده. في الحقيقه انا من الذين كان يعني كنت من المتحمسين جدا وما زلت لمساله الجنسيه المتفرده، ولكن النص الدستوري هو الذي فرض هذا الامر عندما اقر بالنسبه للمصريين بالخارج ان يراعوا اوضاعهم الخاصه، فكنت ارى انه لابد ان يرد الاستفتاء على الماده لمنح هذا الحق للمصريين المقيمين بالخارج. بس انا عايز انبه لنقطه مهمه جدا انه فكره المصري المزدوج الجنسيه ما هوش اي حد يحمل جنسيه مصريه يبقى مزدوج الجنسيه بالمعنى القانوني. المعنى القانوني هو الشخص الذي يحمل جنسيه اجنبيه اخرى بعد الحصول على اذن من الحكومه المصريه بحملها. ده الجانب القانوني في المهم. مش كل واحد يحمل جنسيه يعتبر قانونا مركز القانوني واحد. الامر الثاني ان انا مع ان يضاف واناشد الاستاذ الجليل العظيم الدكتور علي عبد العال عضو اللجنه ان يتضمن النص ايضا تنبيه بانه بما لا يخل بالامن القومي، لان احنا نخشى ان يتسرب الى هؤلاء مثلا واحد مصري يحمل جنسيه اسرائيليه، هذه تبقى كارثه. فانا انبه للنقطه دي، ولهذا الحكم هيبقى من اثاره ان يعاد النظر مره ثانيه. بس احنا كده هنعمل استثناء، يعني لما بتكلم لي على مثلا دوله لا لا مش استثناء، الدستور بينص على ده يا استاذ. الدستور بينص على عدم الاخلال بالامن القومي والوطني وان مصر جزء من الامه العربيه، فيعني دي ما فيهاش خلل. انما اللي انا عايز انبه له انه ان هذا الحكم هيعيد ترتيب الامور ثاني، يفتح باب الترشح للفردي وللقوائم، لان كان هناك فئه ممنوعه من الترشح اصبح لها الحق فمن حقها انها تترشح وتختار ما بين الفردي او القوائم. شكرا جزيلا استاذ عصام الاسلامبولي. اروح لدكتور علي عبد العال عضو لجنه تعديل قوانين الانتخابات، برحب بحضرتك معنا يا دكتور علي. اهلا بك يا مدام. اهلا وسهلا. ابتديتوا في الشغل، يعني اجتمعتوا يا دكتور لبحث طبعا الاثار القانونيه المترتبه على احكام الدستوريه والقضاء الاداري ولا لسه؟
لا بالتاكيد ان احنا درسنا احكام اللي هي صادره من المحكمه الدستوريه ومحكمه القضاء الاداري سواء في منطقها سواء في اسبابها. تمام. وان شاء الله في برضه عندنا اجتماع ثاني بكره لاعاده بقى النظر في تعديل قانون تقسيم الدوائر، وده المهم بصراحه. طب وقانون مجلس النواب مش هيتعدل برضو كده بناء على الحكم بتاع النهارده؟ هيتعدل، بس يعني ده التعديل يكاد ان يكون طفيف يعني بالنسبه للمقارنه بتقسيم الدوائر، يمكن هي دي اللي كانت بتشكل العقبه الرئيسيه في سواء بالنسبه للدوائر اللي هي اوردتها المحكمه الدستوريه في مضمون حكمها، او ان احنا هنلقي نظره على كافه الدوائر لنعيد برضو المتوسط الانتخابي سواء كان خاص بالسكان او خاص بعدد الناخبين في كل محافظات الجمهوريه ان شاء الله. يعني احنا كده هنعيد توزيع الدوائر الفردي ودوائر القايمه لا لا القايمه لا، القايمه طهرتها المحكمه الدستوريه واقرت بدستوريتها، ما فيش فيها عليها اي غبار من الناحيه الدستوريه. الكلام كله بينصرف الى بعض الدوائر اللي خاصه بالنظام الفردي، هي اللي احنا هنجري ليها مراجعه، وامر طبيعي جدا ان احنا نجري مراجعه في ضوء ذلك لكافه الدوائر على مستوى الجمهوريه اللي هي بالنظام الفردي. وارد زياده عدد مساس بالقوائم بدوائر القوائم، وارد زياده ده خبر يعني، ده مؤكد ما فيش مساس بالقوائم دكتور علي؟ لا ده مؤكد، ده مؤكد. طيب وارد زيادة عدد النواب؟ والله احنا بنأمل الموافقة طبعا السلطات المختصة، لان احنا لو زدنا عدد مجلس النواب 20 مقعد يمكن هتفك الكثافة العددية اللي في بعض الدوائر، وبالتالي يكون هناك يمكن تقسيم منضبط وفي عدالة لتمثيل المحافظات والسكان سواء بالنظر لعدد سكان كل محافظة وكل دائرة وعدد الناخبين فيها. طيب أخيرا دكتور علي، أخذ على اللجنة إنها كانت بتشتغل بشكل منفرد، يعني حضرتك قلت لي قبل كده عملنا حوارات مجتمعية والكلام ده، لكن بشكل مباشر يعني وهذا صحيح وهذا طيب صحيح. طيب بس اتقال لك حتى على الأقل ممكن تستعينوا بخبرات قانونية متنوعة، خبرات سياسية، ناس برضو ليهم خلفيات سياسية يتم الاستماع ليهم، هل ده هيحصل في الأيام اللي جاية ولا برضو مش وارد؟ والله شوف اللجنة كانت ولا تزال منفتحة على كل القوى السياسية وكل الأحزاب، ولكن لجان تقسيم الدوائر وفي كل العالم لو راجعت حضرتك كل قوانين العالم لابد وأن تكون لجنة محايدة، لأن لو في أي عنصر حزبي أو سياسي تدخل فيها هيحاول أن يجيد ما ممكن أساتذة علوم سياسية مش شرط لازم يكونوا حزبيين، أما إن إحنا منفتحين لسماع أي رأي سواء كان رأي جاي من السياسيين أو رأي جاي من القوى الحزبية أو جاي من المواطنين حتى المواطنين العاديين، وهذا ما التزمت به اللجنة إن شاء الله. هتنتهوا إمتى يا فندم؟ يعني في خلال قد إيه بإذن الله؟ إن شاء الله في حدود المدة اللي حددها السيد رئيس الجمهورية إن شاء الله في خلال شهر إن شاء الله. دكتور علي عبد العال عضو لجنة تعديل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، شكرا جزيلا. فاصل نرجع نكمل. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية. اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الجديد اعتمد حركة تنقلات شملت 24 قيادة منهم 10 مساعدين للوزير وخمسة مديرين أمن، دي تعتبر أول قرارات طبعا بياخدها وزير الداخلية الجديد. بعض المصادر المتعاملة مع هذا الموضوع اعتبرت أن الحركة دي بمثابة تصحيح للأوضاع وترتيب البيت من الداخل. الحركة وقدام حضراتكم حالا الأسماء أو المناصب الجديدة شملت التغييرات لقطاع الأمن الوطني والأمن العام وديوان عام الوزارة ومباحث الأموال العامة ومديريات أمن القاهرة والجيزة وأسيوط وقنا والغربية زي ما بنتابع على الهواء. We'll be right back.
وحركة التنقلات اللي اعتمدها. نتابع بقى مع حضراتكم الشارع. الشارع شايف الكلام ده ازاي؟ شايف ازاي التعديل الوزاري وفيما يتعلق تحديدا بالحركة او التعديلات الجديدة اللي اجراها وزير الداخلية؟ ازاي الناس تعاملت مع هذا الخبر؟ تنقلات بوزارة الداخلية شملت 24 منصبا تم تغيير مسؤولها. هذا ما قام به اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وذلك بعد ساعات من توليه حقيبتها. فمن أبرز التغييرات في حركة الداخلية كانت نقل اللواء أسامة الصغير من قطاع الأمن ليكون مساعد الوزير للأمن الاقتصادي، بينما تولى اللواء صلاح حجازي قطاع الأمن الوطني بدلا من اللواء خالد ثروت الذي أصبح مساعد الوزير للأمن الاجتماعي. اللواء كمال الدالي أصبح مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بدلا من اللواء السيد عبد الغفار، بينما أصبح اللواء حسن السهاجي مساعد الوزير لقطاع السجون بدلا من اللواء محمد راتب الذي تولى قطاع سيناء. حركة التنقلات شملت قطاعات أخرى كالوثائق والتفتيش والرقابة ونظم الاتصالات ومباحث كل من رعاية الأحداث والأموال العامة، كما ضمت أيضا تنقلات لمدير الأمن حيث أصبح اللواء أسامة فؤاد مدير أمن القاهرة بدلا من الغربية التي انتقل إليها اللواء عبد الحميد عثمان، كما انتقل اللواء طارق حسن ليكون مدير أمن الجيزة بدلا من أسيوط التي انتقل إليها اللواء عبد العظيم نصر، بينما أصبح اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد الوزير لمديريتي أمن دمياط وكفر الشيخ، واللواء محمد خالد مساعد الوزير لمديريتي أمن المنيا وأسيوط، بينما عين اللواء عادل عبد العظيم مديرا لأمن قنا. إسراء سعد، الحياة اليوم. ده كان تقرير يوضح أكتر تفاصيل عن حركة التنقلات الجديدة في وزارة الداخلية اللي شملت مرة تانية 24 قيادة. أما فيما يتعلق برأي الناس واللي منتظرينه من التعديلات ومن التعديل الوزاري الأخير، ده اللي هنتابعه مع حضراتكم في الوقت المناسب، في وقت عايز القرار كان مهم. ليه؟ لان احنا داخلين على مؤتمر مهم قوي، مؤتمر هيطلع مصر، هيشهد العالم كله ان مصر قادره انها تحمي، مصر قادره انها تبني، مصر قادره انها تستثمر، مصر قادره انها تقوم من تاني. والله انا ما اقدرش اقول او لا، لما اجرب اعرف اللي موجود ده او اللي جه ده هو قد المسؤولية اللي هتحط على أكتافه يشيلها يا أو لا. دي لازم الواحد يجرب. تغيير الوزاري ده أنا بعتبره أنه هو مجرد بس شكليات فقط، لكن أنه هو مثلا هيعمل حاجة للدولة مش هيعمل حاجة للدولة. تغيير الوزاري اللي حصل ده في بتاع السياحة وبتاع الاتصالات وناس لهم علاقة بالموضوع ده، بس اللي حصل خلاص. كان المفروض هو واحد بس اللي يتغير، وبعد المؤتمر دوت يعملوا اللي هم عايزينه. معانا بقى صور لأول اجتماع لوزير الداخلية بعد حركة التنقلات، اجتماعه مع مساعديه سواء اللي فضلوا موجودين في أماكنهم أو المساعدين الجدد اللي شملتهم حركة التنقلات. بنتكلم في كل القطاعات، قطاع الأمن الوطني، الأمن العام، مباحث الأموال العامة، الرقابة، يعني الأمن المركزي، كل القطاعات العاملة في وزارة الداخلية. ووفقا لمعلوماتنا الاجتماع ده كان الهدف منه يعني وضع الخطوط أو الملامح العريضة للوزارة وسياستها في الفترة اللي جاية، وإن الوزير شدد على ضرورة استخدام قاعدة المعلومات والبيانات طبعا المتاحة أو المعلومات الموجودة عند القطاعات العاملة في الوزارة في الضربات الموجهة للإرهاب وللإرهابيين. طبعا ده مفهوم وفقا للمرجعية اللي جاي منها وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار. زي ما احنا عارفين هو كان يعني قلنا طوله عمره شغال في الأمن الدولة اللي أصبح الأمن الوطني ما بعد الثورة. موضوع مرتبط برضو، احنا بنتكلم على الداخلية وأهم تحدي دلوقتي برضو قدامنا المؤتمر الاقتصادي، وأن يكون في أجواء آمنة بعيدا عن تهديدات الجماعات الإرهابية، محاولة إفساده وإفساد طبعا الصورة وتصدير صورة للخارج أن مصر غير آمنة للاستقرار فيها. فبالتالي ده تحدي مهم قدام الداخلية في الأيام اللي جاية. برضو عن الاستعداد للمؤتمر الاقتصادي، يمكن يوميا بنشوف الدولة شغالة إزاي، لكن المواطن المصري إيه اللي منتظر
من هذا المؤتمر. هل حاطط عليه أمال وسقف طموحات كبير، ولا المفترض إحنا بنتكلم برضو إنها هتكون مقدمة إن شاء الله؟ فنزلنا سألنا عينة كده من المواطنين عن رأيهم أو توقعاتهم بالنسبة للمؤتمر الاقتصادي إن شاء الله. أنا شايف إن هو يعني هيزيد في الدعم الاقتصادي للبلد، وده غير العمالة اللي هو هيدخلها البلد، في ناس كثيرة هتستفيد بيه خصوصا المستثمرين اللي جاية، وإن شاء الله يعني تبقى خطوة كويسة. والله هيبقى فتحة خير على مصر طبعا، 60 دولة هتشارك في هذا المؤتمر، وبندعو المستثمرين ان هم يشاركوا كلهم في مصر، يبقى فتحة خير على البلد كلها. في عندنا أزمة بطالة، أزمة صناعة، تعمير سيناء، تعمير الصحراء، هيبقى في منفعة للبلد وتشغيل الأيدي الباطلة اللي ما بتشتغلش زي الشباب اللي مش لاقي شغل. المؤتمر الاقتصادي ده هو هيجذب رؤوس أموال من بره، فتح مشاريع، ضخ مشاريع، دخل رؤوس اموال وجذب استثمارات خارجيه، هتبدا عجله الانتاج هتشتغل بعد توقف 4 سنين، خلاص بقى في رئيس ماسك، المستثمر مش هيخاف على فلوسه. انا شايف ان المؤتمر الاقتصادي هيكون خطوه ايجابيه جدا لمصر، وهيكون بدايه كويسه جدا ان احنا نبدا استثمار صح، وبدايه تكون كويسه. احنا عندنا هنا اعمال كتير قوي، عشان يدوا لمصر فعلا حقها لازم الاول يشوفوا شبابها ويشوفوا امكانيات اللي فيها، ونحاولوا يعوضوا الشباب الفتره اللي فاتت منها بانهم يشغلوهم ويوجدوا لهم الوظائف اللي تليق بكل شهاده فيهم، ويكافحوا البطاله الموجوده، لان شباب كتير خريجين مش لاقيين شغل بيشتغلوا شغلانه ملهاش اي اهميه مقابل الشهادات اللي بياخدوها. نروح مع حضراتكم لفاصل، بعد الفاصل نرجع مره ثانيه ان شاء الله نتابع بقيه اخبارنا. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية. امبارح بالليل عبوة ناسفة انفجرت في المحلة الكبرى جنب بنك في شارع شكري القوتلي. الانفجار ده أدى لاستشهاد 2 وإصابة 16، وقوات الحماية المدنية والمفرقعات انتقلوا لمكان الوقعة، وتم نقل المصابين والضحايا للمستشفيات، والمواطنين طبعا تسارعوا إن هم يتبرعوا بالدم، وقوات الأمن بدأت في إنها تمشط مكان الوقعة بحثا عن أي عبوات ناسفة. أنا معايا نعرف برضه تفاصيل أكتر ونطمن على حالات المصابين دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. برحب بحضرتك معنا دكتور حسام. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور عايزين نطمن نشوف بس اخر الارقام بالنسبه لحالات الوفيات وحال المصابين بالتاكيد. يعني هي زي ما حضرتك ذكرتي انه في حاله وفاه كانت ساعه وقوع الانفجار، ومع الاسف الشديد في حاله اخرى توفيت النهارده في المستشفى من الحالات الحرجه. في عندنا 4 مصابين خرجوا خروج تحسن الحمد لله من مستشفى المحله العام. وباقي عندنا 3 حالات في الرعايه الحرجه، وبقيه حاله المصابين مستقره، والاجمالي زي ما حضرتك ذكرت هم 16 حاله اصابه. طب 3 حالات في الرعايه الحرجه وضعهم ايه يا دكتور؟ لا الحقيقه وضعهم غير مستقر، الاصابات خطيره، في عندنا بتر بالاطراف وتهتك في الاعضاء الجسم الداخليه، فيعني نرجو الله لهم السلامه. طيب بالنسبه للوضع هما في مستشفى واحد كلهم يا فندم؟ في 15 مصاب او ادخلوا مستشفى المحله العام، وفي مصاب واحد بس في مستشفى طنطا الجامعي. طيب انا في الخبر بقول ان الناس راحوا تبرعوا بالدم، فعشان كده كنت عايزه اطمن على الوضع داخل المستشفيات، الاستعداد، التجهيزات، يعني هل في مشاكل في الدم؟ لا هو الحقيقه مفيش مشاكل، بس هو يعني ده نوع من انواع اظهار المصريين قد ايه هم رافضين لكل هذه العمليات الارهابيه، فاحنا الحمد لله ده بيدل قد ايه الشعب رافض وغير قابل وعنده استعداد يضحي بدمه لمن لم يصاب حتى تبقى هذه الدولة مرتفعة شامخة لا تنهز ولا تكسر.
بالتأكيد ده المنتظر من الشعب المصري، لازم يتكاتف في هذه المرحلة، وده أقل حاجة نقدمها. لكن فرصة حضرتك موجود معايا في خبر موجود في كتير من المواقع دكتور حسام، إن في انفجار حصل في مدينة نصر في حي السفارات، فهل المستشفيات الواقعة في هذا النطاق يعني تلقت أو استقبلت أي مصابين وفقا لمعلومات حضرتك؟ لا، احنا حتى بعتنا سيارة إسعاف إلى موقع الانفجار وأفاد بأنه لا يوجد به إصابات الحمد لله. يعني اولا كده الخبر مؤكد ان في انفجار بالفعل في مدينة نصر في السفارات، حي السفارات. احنا بلغ بأنه في انفجار في حي السفارات في سيارة ومشتعلة، وتم إرسال سيارة إسعاف و لمكان الانفجار فعلا، لكن لا يوجد اي اصابات. يبقى الانفجار حصل لكن الحمد لله لم ينتج عنه اي اصابات. تمام، شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، شكرا لحضرتك. نرجع لمتابعة بقية أخبارنا النهاردة. دكتور محب الرفعي وزير التربية والتعليم الجديد نفى إلغاء المسابقة بعد التغيير الوزاري، المسابقة المتعلقة بتعيين عدد من المعلمين، بنتكلم على ميزانية خاصة لتعيين 30,000 معلم، قال إن الميزانية دي موجودة ومتوفرة ولا صح إطلاقا لإلغاء هذه المسابقة، وقال إنه هيتم ترتيب نتيجة 30,000 معلم وإعلانها يوم 30 مارس الجاري، وإعلان أسماء المرشحين تمهيدا للإعلان عنها بشكل نهائي. من ناحية تانية، غرفة عمليات التربية والتعليم بمحافظة سوهاج رصدت ظهور حالات للجديري المائي بمدرستين في إدارة المنشأة التعليمية وجرجة التعليمية بواقع 119 حالة إصابة في الإدارتين دول. ووزير التربية والتعليم أقال عمر ترك المتحدث الرسمي للوزارة، واللي كان عينه دكتور محمود أبو النصر الوزير السابق، كان عينه الأسبوع اللي فات، وقال الوزير الجديد انه هيتم الغاء اصلا منصب المتحدث الرسمي، لكن هيبقى فيه تعيين لمستشار اعلامي جديد للوزاره. معايا على التليفون عشان نعرف تفاصيل الموقف في سوهاج استاذ عبد العزيز عطيه، وكيل وزاره التربيه والتعليم في محافظه سوهاج. مساء الخير استاذ عبد العزيز. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلاً وسهلاً. نعرف تفاصيل اكتر بقى من حضرتك، مرض الجديري المائي وحالات الاصابه، بنتكلم ادارتين، عدد المدارس ايه يعني، ايه الوضع؟ هم مدرستين في ادارتين، يعني اداره جرجة فيها مدرسه اسمها مدرسه بيت خلاف الابتدائيه، ودي فيها عدد 104 تلميذ، واداره المنشاه في مدرسه اسمها مدرسه البواريك وفيها 15 تلميذ. مدرسة فيها 15 تلميذ ولا الإصابات 15 تلميذ في المدرسة دي؟ لا سوري، المدرسة فيها 15 إصابة. فيها 15 إصابة. مدارس إيه دي؟ يا فندم. ومدرسة بيت خلاف فيها 104 إصابة. اللي هم تم رصدهم و يعني 119 إصابة يا دكتور. 119 إصابة في المدرستين، كل مدرسة في إدارة. ومدير المدرسة أو مدير المدارس الاثنين نفس التقرير تقريبا، تم مخاطبة الدكتورة المكلفة بمتابعة المدرسة دي، فحضرت بعد ما لاحظوا ان في بعض التلاميذ فيه بقع حمراء في اجزاء من جسمهم، والدكتورة اوصت ب 15 يوم راحة في المنزل لكل الطلبة أو التلاميذ المصابين بهذه الإصابات، وإعادة الكشف عليهم بعد ال 15 يوم، يعني حتى ما بيسمح لهمش بدخول المدرسة مرة تاني إلا بعد توقيع الكشف مرة أخرى لحسن يكون أو لسه الإصابة موجودة ويسبب عدوى. بس عرفتوا الأسباب يعني مع وزارة الصحة بقى مع العيادات، يعني إذا كان الأولاد واخدين تطعيم ولا ما فيش تطعيم ولا إيه؟ لا احنا لما بنسال في وزاره الصحه بيقول لك ده اصابه فيروسيه، النظافه شويه وعدم اهتمام شويه بالنظافه العامه، يعني والحمد لله ان هي ما بتسيبش اثر او بتسبب تفاقم او تاخر في صحه التلاميذ، لكن الامور يعني مدير المدارس مدربين تماما على اكتشاف الحالات دي، ويوميا في طابور الصباح تم التنبيه عليهم من بدايه العام الدراسي، يوميا في طابور الصباح الاخصائي الاجتماعي والاخصائيه الصحيه الموجوده في المدرسه بتمر بين التلاميذ وتبص في شعرهم وفي جسمهم واي حاجات بتشتبه فيها
مباشرة بتتصل بالدكتور أو الدكتورة المكلفين بالمدرسة اللي في محيطها الحدث، والدكتور بيجي يقر أجازة أو حاجة لما تستحق حاجة زي كده يعني. تمام، شكرا أستاذ عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، شكرا جزيلا. دكتور خالد فهمي وزير البيئة ودكتور برعي حمزة وزير الدولة لشؤون البيئة الصومالي، الاثنين وقعوا مذكرة تفاهم ما بين الحكومتين المصرية والصومالية بشأن التعاون الفني في مجال حماية البيئة، ده طبعا على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته 15. أنا معايا على تليفون سيادة الوزير خالد فهمي، دكتور خالد فهمي وزير البيئة. مساء الخير يا سيادة الوزير. نحاول نرجع لوزير البيئة دكتور خالد فهمي، نعرف مذكرة التفاهم اللي تم توقيعها أو التوصل ليها وبروتوكول التعاون ما بين الجانبين، إيه الهدف منه على ما أعتقد معايا؟ سيادة الوزير برحب بحضرتك. أهلا مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا، الحمد لله يا دكتور. مذكرة التفاهم أو البروتوكول ده إيه الهدف منه وإيه سبل أو أوجه التعاون ما بين الحكومة المصرية والصومالية يا فندم في هذا المجال؟ طيب إحنا يعني دعا كان على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. أيوة. وفي عدة بروتوكولات وقعت. طبعا الحكومة الصومالية زي ما إحنا عارفين إنها في مرحلة إعادة البناء. كويس، وفي مرحلة إعادة البناء هي محتاجة إلى جهد كبير للتعاون، عندهم مشاكل في الفحم النباتي وفي استخراج وتصدير وتصنيع الفحم النباتي، عندهم مشاكل في الكيماويات خاصة في أيام الحرب ما كانش فيه سيطرة، فمن الممكن يكون في كيماويات كتيرة صدرت لهم وتم دفنها والتخلص منهم بشكل غير مشروع. عايزين مساعدة في دراسات تقييم التأثير البيئي. كويس، عايزين مساعدة في مجالات استغلال الأرض والماء والمياه. الحمد لله الوزارة عندها سواء مباشرة من خلال خبرائها والباحثين عندنا أو من خلال وزارات أخرى زي وزارة الزراعة، محتاجين إن احنا نساعدهم، والبروتوكول وقع علشان نبدأ إن احنا نتعاون في نقل الخبرة من هنا اليوم. شكرا جزيلا على التوضيح والتفاصيل دكتور خالد فهمي وزير البيئة، شكرا جزيلا لحضرتك. النهارده المستشار هشام بركات النائب العام استدعى وزير النقل المهندس هاني ضاحي ورئيس جهاز مدينه الشروق والمهندس والمشرف المختصين بالاشراف على سلامه المزلقنات وطرق السكه الحديد، ده طبعا علشان يتم سؤالهم في التحقيقات اللي بتتم دلوقتي بخصوص واقعه امبارح والحادثه المتعلقه بتصادم قطر السويس باتوبيس مدرسه المدينه للغات واللي كان نتيجه ده مقتل وسبعه واصابه 25 والنيابه طبعا صرحت بدفن الجسامين. النهاردة برضو المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة 8 متهمين من تنظيم جند الله الإرهابي للنيابة العسكرية لتشكيلهم تنظيم إرهابي الهدف منه استهداف أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية، ده غير كمان استهداف المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم ومحاولة نسف أحد القطارات الحربية واختطاف إحدى الراهبات. التحقيق بشره فريق من محقق النيابة، نيابة أمن الدولة العليا برئاسة سامح الشيخ وياسر زيتون رئيس النيابة بإشراف المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. ودكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم قاموا بافتتاح أعمال التنمية والتطوير في قرية السريرة وقرية الباسل بمركز أطسا، ده ضمن مبادرة قرى الأمل في مشروع إعادة أعمار 50 قرية على مستوى الجمهورية، المشروع اللي بيتم تحت رعاية رئيس الجمهورية. معانا تقرير يوضح من خلاله تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. السعادة والفرحة ارتسمت على وجوه أهالي قريتي قصر الباسل والسريرة التابعتين لمحافظة الفيوم بعد افتتاح أعمال التنمية والتطوير بالقريتين ضمن مبادرة قرية الأمل لتطوير القرى الأكثر احتياجا برعاية الحكومة المصرية وتنفيذ الجمعيات الأهلية.
هو النهاردة دليل قاطع على دور المجتمع المدني، عارف يوصل لأكثر الأماكن المحرومة، وعارف يحدد ويضع معايير للناس اللي محتاجة، وعارف أنه يوفر لها الحاجات اللي محتاجها. في أساسيات عايزة دعم وعايزة تكافل زي مسكن ملائم. محافظة الفيوم فيها قرى كثيرة بأكثر احتياجا، تمام. القوات المسلحة بتقوم بتنفيذ، هتبدأ الأعمال فعلا بالتنفيذ في 3 قرى. دور المجتمع المدني دور مهم، شاركونا، بلدنا محتاجة وهي بلدنا كلنا. 70 من منازل أهالي القريتين تم إعادة إعمارهم ضمن المبادرة، مشروعات قروض حسنة، وعدد من رؤوس الماشية، أيضا كراسي متحركة للمعاقين، ومعرض ملابس جديدة. كل هذا وأكثر لغير القادرين. طبعا فرحانة، فرحانة النهاردة أنا سلمت البيت مشطب وحلو، هنقول فيه إن شاء الله النهاردة. مروا علي هنا بالصدفة، يعني مش ما روحتش على حاجة، فكتبوا الاسم وقاموا بقى هم بعادة البيت كله كامل بالخشب، وبدأوا ركبوا كهرباء ومية، وبعد كده لطسوا محارة يعني، ودهنوا وصرمكوا وكل حاجة زي ما سعادتك شايف. احنا افتتحنا الاسبوع اللي فات لإحدى القرى في سوهاج قرية أولاد يحيى، النهاردة قصر الباسل. وخلال شهر مارس اللي احنا فيه دوت، الحمد لله الحمد لله، هنكون انتهينا من 16 قرية بقالنا 3 أشهر شغالين فيهم بالتعاون مع الشركاء وبتعاون مع أهل البلد نفسها. وبافتتاح المرحلة الأولى لمبادرة قرية الأمل التي تتضمن تطوير 50 قرية على مستوى الجمهورية، أغلبها من قرى الصعيد الأكثر فقرا واحتياجا، فإنه من المنتظر أن ينتهي المشروع أواخر العام الحالي علّه يخفف من معاناة المواطن البسيط. ما أكثر القرى المحرومة التي تحتاج مثل هذه المبادرات الداعمة في ظل حرص حكومي على دعم دور منظمات المجتمع المدني على المشاركة في التنمية المجتمعية للارتقاء بحياة المواطنين؟ محمد بهاء الدين، الحياة اليوم. المشروع اللي كنا بنتابعه مع حضراتكم من شوية زي ما أنا قلت في المقدمة أنه ده جاي في إطار المشاريع اللي اتكلم عنها رئيس الجمهورية سيد رئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن كمان مبادرة اسمعونا للتعامل مع القرى الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، تنميتها وتطويرها. وفي بداية الحلقة اتكلمنا عن الآلية اللي متعلقة بالتواصل والتفاعل ما بين رئيس الجمهورية وما بين المواطنين وأجهزة الدولة المختلفة، وده أول شغل أو أول تفعيل لهذا الموقع. الرئيس على لسان رئيس عبد الفتاح السيسي انه بيتوجه بالتحيه والتقدير للمجهود المبذول من شباب مبادره اسمعونا في تنميه القرى الاكثر احتياجا، نموذج محترم لشباب مصر. طيب، في مقابل ان احنا بنشتغل وبننمي وبنوقف البلد على رجليها، ما زلنا بنتعامل مع الارهاب ووجهه القبيح والانفجارات والحاجات اللي بتعمل في البلد لاثاره الرعب بين المواطنين وتصدير صوره سلبيه، واحنا على ابواب ان شاء الله سواء استحقاق انتخابي قادم باذن الله او المؤتمر الاقتصادي ما بعد ايام ان شاء الله. كنا من شويه بنتكلم عن خبر ليه علاقه بتفجير عربيه او احراقها في حي السفارات في مدينه نصر، واتكلمت مع دكتور حسام عبد الغفار، قال عرفنا الخبر، بعتنا عربية إسعاف، لكن الحمد لله مفيش أي إصابات. لكن عن الموقف نفسه وعن الحادثة أنا معايا على التليفون أستاذ حسام عبد الحميد. أستاذ حسام هو صاحب العربية اللي يعني تم إحراقها أو اتفجرت. أستاذ حسام برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. مش عارفة أقول لك إيه، يعني ربنا يعني يقويك على مصابك طبعا بالتأكيد، واحكي لي الحادثة حصلت إزاي. الحمد لله رب. انا راكنها قدام المكتبه عندي، في عندي محل قدامي. انا في عمارات الشرطه. فمره واحده انا كنت في البيت، بيتي جنب المكتبه، فسمعنا صوت انفجارين. اول انفجار اللي هو ضرب عندي في العربيه، وكانت وفي ناس بيقولوا شافوا حد يعني حطها وحطت القنبله ولا حاجه، حط حاجه تحت العربيه. وبعد كده بعد ما ضربت بعديها ما فيش اقل من 30 ثانيه ضربت واحده ثانيه في الشارع اللي قصادي الناحيه الثانيه في عمارات الشرطه. احنا ديت عمارات الشرطه اللي في مدينه نصر. ايه يا استاذ حسام؟ الشرطه، عمارات الشرطه اللي في مدينه نصر. عمارات الشرطه اللي في الحي او في المنطقه اللي انت موجود فيها، حي السفارات، عمارات الفتح في حي السفارات مدينه نصر. يبقى احنا بنتكلم على تفجيرين في عربيه حضرتك وعربيه ثانيه برضو في الشارع المقابل، يعني في الناحيه الثانيه من الشارع. بس قول لي، هو الكلام ده حصل الساعه كام؟ من ساعتين الا ربع، من حوالي، لا من حوالي ساعه وشويه.
أنا شوية عارفة المنطقة يا أستاذ حسام، يعني بنتكلم على منطقة مزدحمة وفيها رجل وحركة يعني. وهي منطقة كلها ضباط شرطة أكتر يعني كمان فيها كله يعني. مفيش تواجد شرطي يعني؟ هي لا هي ما مش متأمنة، هي مش متأمنة. هو فيها ضباط الشرطة ساكنين لكن مفيش تأمين، مفيش أي تأمينات ولا بوابات ولا أي حاجة. أنا وقت أنت بتكلمني أنا سمع في أصوات، أنت في الشارع طبعا. أنا المطافي طفت من شوية وتجاهل المباحث الجنائية بتعين وتشوف تحت العربية، بس لسه بيعينوا يعني، لسه معينوش، بس جميعا الحمد لله وناس كتيرة من الشرطة نجوم يعني ومباحث كتير يعني. انت العربية كنت راكبها قدام المكتبة بتاعتك يا استاذ حسام؟ عندي. انت مش مركب كاميرا؟ انا عندي السجل المدني على طول. لا الكاميرات متركبة جوه، الكاميرات متركبة جوه المكتبة بس. برضه مش مركب. مأمن على العربية؟ لا مش مأمن. دي جزئتين احنا عايزين نتكلم فيهم، لان طبعا للاسف احنا بنتعامل مع القصه دي، فعايزين موضوع طبعا نتكلم ده يعني غير واقعة استاذ حسام. موضوع تركيب الكاميرات ده شيء مهم جدا، وموضوع التامين برضو يعني مش عارفه اقول لك ايه. ربنا يعوضك خير ان شاء الله، ويكون في اليه للتعويض يعني، زي ما شفنا مثلا سواق التاكسي برضو اللي فجروا او حرقوا عربيته بالشكل ده، دول مواطنين يعني ما لهمش اي ذنب في اللي بيحصل ده في التاكيد. فاذا كان في اليه او وسيله لتعويضهم يعني يبقى طبعا شيء يعني تشكر عليه الدولة، على الرغم طبعا ده أحد واجباتها بالتأكيد. شكرا أستاذ حسام عبد الحميد، شكرا جزيلا. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل إن شاء الله ضيوفنا ونتكلم بقى عن المؤتمر الاقتصادي والاستعداد ليه، سواء بقى البيئة التشريعية، مناخ الاستثمار، طبيعة المشروعات، وحتى الوضع الأمني حاليا وعلاقته بالمؤتمر. في إطار الوقوف على آخر التطورات والاستعدادات التي تعدها الحكومة لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، عقد وزير الاستثمار والتعاون الدولي مؤتمرا صحفيا وبحضور رئيس الوزراء، الذين أكدوا على مضي عملية الإصلاح بشكل جيد والانتهاء من التجهيزات اللازمة للمؤتمر. الحدث ده الحمد لله، الحمد لله في مشاهد نجاح، حاجات فيزيكالي، حاجات تلمس. انزلوا شرم الشيخ، أنا بقول لكم شرم الشيخ في ثلاث شهور مش اتغيرت، بقت من أجمل مدن العالم، ومش عايز أقول وصف أكتر من كده. كل واحد فيكم هيبقى سعيد جدا وفخور إن هي دي بلده وإنها بتتغير ونقدر نعمل. تم وضع إطار عام لجدول أعمال المؤتمر يتضمن المتحدثين واللقاءات الثنائية بين الرئيس ورجال الأعمال والوزراء، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية للحكومة لتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار. نموذج بيحوي داخله أنه يقضي على عجز الموازنة من خلال أنه يقضي على الدعم على فترات الخطة والإصلاح، ثم يدخل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي فيزيد من إيرادات الموازنة العامة للدولة. المؤتمر من عنوانه زي ما هو باين لحضراتكم اسمه إيه؟ دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مصر المستقبل. يعني إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نخطط ونعمل لمستقبل هذا الوطن، ولذلك إحنا عايزين ننمي اقتصادنا وعايزين ندعمه. سعي الحكومة لتسوية المنازعات وإحداث إصلاحات تم الإعلان عنها قبل المؤتمر قد تمثل خطوة عملية ملموسة في تحفيز الاستثمار. بعرض الإجراءات والجهود المبذولة والإصلاحات التشريعية التي من شأنها جذب الاستثمار، ربما الأمر يبشر بالطمأنة ومدى استعداد الحكومة على إنجاحه وتحقيق المرجو منه. أحمد غنيم، الحياة اليوم. مصر المستقبل عنوان المؤتمر الاقتصادي اللي هيتم عقده بعد أيام قليلة إن شاء الله في شرم الشيخ.
وحتى العنوان ومستقبل مصر اللي بنتمناه ان شاء الله يكون افضل من كل النواحي، لكن لما بتبتدي حتى اقتصاديا وعلاقه ده بتحسين حال المواطن المصري العادي، فمن المهم جدا ان احنا نتكلم على المنتظر من هذا المؤتمر، ازاي الدوله استعدت، طبيعه المناخ، مناخ الاستثمار وحزمه التشريعات، المشروعات اللي مصر مقدماها، المشروعات اللي ممكن تجينا من المستثمرين، خريطه مصر يعني على في خريطه الاستثمارات العالميه، ازاي يكون الباب مفتوح امام مزيد من الاستثمارات الاجنبيه في المستقبل القريب ان شاء الله لتوفير فرص عمل للشباب. وفقا لما تم الاعلان عنه، المؤتمر ده هيشارك فيه اكثر من 60 دوله وكبرى الكيانات والمؤسسات الماليه والاقتصاديه. علشان كده مع حضراتكم هنحاول نفهم كل النواحي المتعلقه بهذا المؤتمر من اساتذه وخبراء في الاقتصاد وفي مجال النقل اللي مشرفينا النهارده في الحياه اليوم. برحب بدكتور احمد سلطان، الخبير الدولي للنقل واللوجستيات. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور احمد. وبرحب كمان بدكتور مصطفى النشرتي، استاذ الاقتصاد ووكيل كليه الاقتصاد جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. اهلا وسهلا بك يا دكتور مصطفى. دكتور مصطفى ابتدي مع حضرتك، يعني وفقا لما تم الاعلان عنه من متابعتك طبعا القريبه للموضوع ده محل اختصاصك، يعني من المؤتمر الصحفي او ما تم الاعلان عنه، كل حكومه والمشاريع اللي محضراها، انت شايف ده ازاي؟ يعني انه بالفعل ان شاء الله يحقق المؤتمر هدفه، ولا بنتكلم في مجرد مقدمه او تمهيد الارض امام الاستثمارات؟ يعني الحقيقه الهدف الاول من هذا المؤتمر هو طرح الرؤية الاقتصادية الجديدة وطرح التعديل في السياسة الاقتصادية اللي بتنتهجها الدولة للعالم الخارجي. فأنا بيحضر عندي رؤساء دول ورؤساء مؤسسات مالية وشركات عالمية مش عارفين حاجة عن الاقتصاد المصري، كل ما درسوه دراسات أكاديمية. فهيتعرفوا على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، على دور الدولة. احنا عندنا حدث تغيير في دور الدولة. الدولة أصبحت النهاردة لها دور تنموي، يعني دور في دراسة المشروعات وتحديد المشروعات ذات الأولوية وطرحها للمستثمرين. هذا الدور ما كانش موجود في الفترات السابقة أو في العهود السابقة، بمعنى أنه كان بيملى علينا أو لا بيطلب مننا بيملى. لا يعني الجانب الآخر هو اللي بيفرض شروطه أو مشاريعه. هي الدولة خرجت في عهد الرأسمالية المتوحشة من إنتاج السلع والخدمات، ملهاش دعوة من الترويج للاستثمار، ملهاش دعوه. هي بتنتظر المستثمر يجي يطلب، تدرس، توافق. طب المشروع ده ذات اولويه للاقتصاد المصري؟ ده هيحل لي مشاكل الاقتصاد المصري؟ طلع عندي زي ما انت شايفه الاستثمارات كلها جت في البترول واستكشاف البترول، جت استثمارات عقاريه، جت في الخدمات، قطاع الخدمات، الاتصالات، البنوك. طب فين الصناعه اللي بتشغل عماله؟ اللي بتصدر منتجات، اللي بتنتج منتجات بدل الواردات اللي بتيجي لمصر، اللي هتحل لي مشاكل الاقتصاد المصري وهتعمل لي نمو اقتصادي، ما كانش موجود. وبالتالي هنا دور الدوله بقى. طبقا للتجاره الدوليه، كل دوله لها ميزه تنافسيه وميزه بالمقارنه بالدول الاخرى في مجالات معينه. ما حدش درس وقال لنا مصر تتمتع بمزايا تنافسيه في العالم في اي مجالات. انا حتى المستثمر اللي جاي من بره مش عارف ده كده ولا احنا عارفين بقى. لا المفروض احنا عارفين بس ما بنقولش. لا في العهد الجديد بقى ركزنا على موقع مصر الاستراتيجي بين دول الثلاث قارات، على التجاره العالميه اللي بتمر، ان مصر اصبحت مركز لوجستي. عشان كده اشتغلنا على قناه السويس الجديد، عشان كده اشتغلنا على قناه السويس والمحور اللي هو تصنيع ضفتي القناه وتعميق القناة عشان أزود التجارة الوردة. بعدين ما هو ده اللي عمل الصين عملاق اقتصادي. يعني الصين عندها الساحل الشرقي بدون سكان، عملت فيه مدن مليونية، عملته مركز لوجستي للشركات الدولية للتصنيع والتصدير للغير. احنا بنستفيد من تجربة الصين وبنعمل نفس القصة في مصر. ابتديت ادرس كدوله، ابتدى يرجع لها الدور التنموي، دورها في التنميه، انها تحدد ايه المزايا التنافسيه لمصر، ايه الاولويات في الاقتصاد المصري، انا متقدم في ايه، انا عندي خبرات في ايه،
وابتدي منها احدد ايه المشروعات. وابتدت الحكومه درست عده مشروعات اللي هي مفروض هتتقدم بيها. طب من متابعتك بقى تقييمك للمشروعات اللي متقدمه بها الحكومه كلهم في مجاله يعني كل وزاره والقطاعات اللي شغاله فيها؟ بص كل وزاره صعب. انا اللي يهمني يعني بشكل عام. بشكل عام اهم مشروع اللي هي المشروع بتاع البترول وتصنيع المنتجات البتروكيماويه. ده في مذكرات تفاهم ومدروس دراسه تفصيليه وهتستفيد منه مصر وهيستفيد منه المستثمر الاجنبي. ان انا النهارده هناك مجموعه استثماريه كويتيه هتشارك مع الشركات الحكوميه المصريه في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات وهتنشئ شركات في هذا المجال للتصنيع. المشروعات دي ب 8 مليار دولار، هم 8 مشروعات. هيستفيدوا من انتاج مصر من بتروكيماويات لانتاج منتجات اخرى. فانا عندي بنتج منتجات، وقفت في سلم البتروكيماويات عندي السلمه الثانيه. هاخد الانتاج بتاعي مش هصدره بقى، هصنعه تاني واطلع منتجات اخرى. فانا هزود صادراتي، هقلل الواردات اللي جايه بهذا المشروع ذو جدوى وذو اولويه للاقتصاد المصري، ولدينا خبره وموارد بشريه في هذا المجال. المشروع بتاع تصنيع خامات الادويه. انا عندي شركات ادويه قطاع خاص وقطاع عام، وعند مصر ممكن توزع على افريقيا كلها الادويه المصريه. بس انا ما عنديش مواد خام للادويه. فهناك مشروع لانتاج المواد الخام. اي نعم ما درست دراسه تفصيليه، ما تعرفش مين الشركات اللي هتدخل فيه، لكن من الفرص اللي الحكومه درسها وطرحها للمستثمرين الاجانب اللي هنفاجئ في المؤتمر ان في يقول لك ايوه انا عايز ادخل في هذا المجال ده. في الصحه، في الخدمات الصحيه، مشتقات الدم، الاسكان، في ثلاث مشروعات، مشروع مارينا 2 اللي هي جنوب الطريق الدولي، واسوان الجديده والشيخ زايد، اعلى برج، مشروعات استثمارات عقاريه بتجذب نوعيه معينه من الاستثمارات العربيه بتميل الى الاستثمارات العقاريه، ما كل مستثمر بيميل لمشروعات تتفق مع تكوينه. طب احنا كده يعني حاولنا نحقق المعادله او نوفق ما بين احنا عايزين ايه او محتاجين ايه من مشاريع، وما بين برضه ان انا اغازل المستثمر انت كمان محتاج ايه عشان يكسب، هو ايه اللي هيدخله يعني؟ بالظبط. والمستثمر اللي جاي في مشروعات انا عايزها هيكسب مني. وانا هكسب برضه. وانا هكسب. فهو المؤتمر فرصه للتعرف. ايه التغيير اللي حصل في الفكر الاقتصادي؟ ان انا ما بقتش راس ماليه متوحشه، انا بقيت راس ماليه تنمويه اجتماعيه، ويبقى على غرار التجربه بتاع كوريا الجنوبيه، وعائد النمو ده يوصل واصبح شراكه. لا كمان انا القطاع العام مش هقوم بالشغل ده، انا هعتمد على شراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الاجنبي. طب اللي جاي ممكن نتكلم عن الجزئيه دي، مين اللي هيقوم بالتنفيذ على الارض ودلاله ده؟ لكن دكتور يعني برضو حضرتك تخصصك في النقل واللوجستيات، ومن ضمن الحاجات اللي مصر يعني معول عليها قوي قناة السويس الجديدة والطريق الطرق الجديدة، شبكة الطرق الجديدة وما إلى آخره. وزارة النقل والمشاريع اللي متقدمة بيها، وبرضو لو حضرتك ليك تعليق في موضوع أنه المستثمر عايز إيه وأنا عايز إيه، برضو في نفس الوقت أوفق بين الطرفين إزاي؟ طيب هو الأول طبعا المؤتمر فرصة طيبة جدا لتقديم مصر الجديدة بشكلها وبسياساتها ورؤيتها المستقبلية للعالم حوالينا. عشان نقدر نعمل ده ونعمله صح لازم نبقى مستعدين له صح. تمام. نبقى عملنا الهوم وورك أو المذاكرة بتاعتنا أو الشغل الداخلي بتاعنا صح. أعتقد الزملاء في وزارة التعاون الدولي قايمين بدور ومجهود كبير في الاتجاه ده، والزملاء كمان في وزارة الاستثمار نفس الكلام. ده محتاج إنه يتبلور ويتقدم للناس على مستوى الماكرو أو على المستوى الإجمالي قبل ما يتقدم الأول على المستوى المايكرو أو مستوى المشروعات. عايزين نقدم للناس ونعرفهم مصر شكلها صورتها الإجمالية هتبقى من ناحية التنموية عاملة إزاي، وبعد كده ابدا ادخل في التفاصيل، هنا مشروع كذا وهنا مشروع كذا وهنا مشروع. اخشى ان استعجالنا وتفاؤلنا ورغبتنا الشديده في النجاح والروح الايجابيه اللي جوانا كلنا خلتنا نقفز كل ده ونروح ايه المشروعات المطروحه في المؤتمر الاقتصادي. ده الحقيقه يعني اخلال بالدور اللي لازم يقوم بيه المؤتمر. امال نقدر نقول المؤتمر ناجح لما يتحقق ايه؟ الاول لازم أرسم السياسة الاقتصادية للدولة وأعلنها للعالم حوالينا. لازم أحط خطتي التنموية الماستر بلان بتاع الدولة،
ايه رؤيه مصر للتنميه في العشرين والخمسين سنه الجايين، اترجم الصوره التنمويه او المخطط التنموي العام للدوله ده الى مجموعه من المخططات التنفيذيه، بحيث ان كل مخطط من دول كمان يكون تنميه قطاعيه متكامله، يعني نقل مع صناعه مع اقتصاد مع زراعه، ما لاقيش وزاره النقل بتغرد في وادي ووزاره الزراعه بتتكلم بشكل معاكس ووزاره الاسكان بتعمل حاجه تانية. الطرق اللي بتعملها وزاره النقل يجب، واتخيل ان ده حادث. اما انا بسال بقى ده بتحقق الكلام ده وتنسيق ده ولا لا؟ واتمنى ان يكون ده حادث، ان يكون في تنسيق وتناغم تكاملي بين شبكه الطرق الجديده اللي بتعملها وزاره النقل والهيئه العامه للطرق والكباري مع التوسع العمراني والخطط العمرانيه الجديده اللي بتعملها هيئه الاسكان مع الرؤيه التنمويه لوزاره الصناعه في قطاع الصناعه والتنميه الصناعيه. وبعد كده نيجي بقى للمكعبات الصغيره في الصوره، مشروع كذا هنا ومشروع كذا هنا ومشروع كذا. لو قفزنا ممكن للامانه، علشان بس انا كنت يعني السؤال ده كان محل او عرضته على وزير الاسكان من يومين لما كان موجود معايا، وقال لي حتى المشاريع اللي احنا اخترناها اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها كلها ليها علاقه مكانها بشبكه الطرق الجديده. ممتاز. يعني انه ده يوصل لده وان انا اعمل مجتمعات عمرانيه. اتمنى ان يكون الامر كده فعلا. تمام. واتمنى ان شبكه الطرق اللي مطروحه اذا كان في مشروعات طرق، انا على حسب اخر معلوماتي ان لسه في تردد هل هيتم طرح بعض مشروعات الطرق ولا الدوله هي اللي هتنفذها ولا الدوله هي اللي هتنفذها. وده الحقيقه كان المطلوب المفروض حاجه ترسم قبل كده بكتير. دور الدوله هيبقى ايه؟ دور الاستثمار والمستثمرين هيبقوا ايه؟ ايه اللي هيطرح للناس وايه اللي الدوله هتقوم بيه بنفسها؟ استغرب ان ده لسه مش واضح لغايه دلوقتي، بس وليكن، خلينا برضو نفضل متفائلين ونقول مهم انه يتعمل حتى لو اتعمل متاخر، ان احنا نبقى شايفين المخطط العام لتنميه مصر عامل ازاي؟ هننفذه بخطط تنفيذيه شكلها ايه؟ التكامل والتناغم بين قطاعات الدوله المختلفه في تنفيذ هذه المخططات متحقق. المشروعات التنفيذية لكل خطة من الخطط دي ايه هي؟ هنطرحها للمستثمرين، ده جزء هتعمله الدولة اللي هيطرح للمستثمرين بأي آلية، شراكة ولا بي او تي، بناء وتشغيل وإعادة التسليم، تمليك ولا مش تمليك للأراضي. كل ده لا، عشان كده قانون الاستثمار الجديد كان من الواجب ان يكون جاهز ومعلن وتم مناقشته على كافة خلينا نناقش ده، الحزمة التشريعية، قانون الاستثمار، الشباك الواحد، المنازعات، المستثمرين والكلام ده. معلش بعد الفاصل هرجع لك تكمل فكرتك وتكلمني برضه عن قانون الاستثمار. مستمرين مع حضراتكم. عن المؤتمر الاقتصادي وأفق نجاحه إن شاء الله والخريطة الاستثمارية لمصر بدور نقاشنا مع ضيوفنا اللي مشرفينا النهاردة في الحياة اليوم. وقبل الفاصل كان في كلمة مع دكتور أحمد سلطان الخبير الدولي للنقل واللوجستيات، وكنت بتتكلم بقى عن البيئة التشريعية وقانون الاستثمار، فكمل هذه الجزئية دكتور تفضل. بالضبط، يعني من المهم جدا أن احنا نقدم للناس أن مصر في المرحلة الجديدة بتقدم نفسها بصورة استثمارية مطابقة للمعايير الدولية المتعارف عليها في الاستثمار، تشريعات جذبة للاستثمار، حماية للمستثمر، وحماية لحق الدولة برضه. عشان كده قانون الاستثمار كان من الواجب انه يكون جاهز ومعلن والناس طلعت عليه وشافته قبل المؤتمر بفترة كافية. ده للأسف ما حصلش، نتمنى انه يحصل في اليومين الثلاثة الباقيين. غير البيئة للداخل ولا المستثمرين بره؟ الاثنين. انا عندي المستثمر اللي بره هيجي لك لما المستثمر اللي جوه يطمئن، يطمن ولما يلاقي ان المشاكل والمشروعات الاستثماريه المعلقه الدوله حلتها، يبقى الدوله جاده في التغيير، الدوله عايزه تحل المشاكل اللي على الديسك توب او على سطح المكتب دلوقتي عشان تفضى لمشروعات تانية. انما لو عندي مشاكل قائمه وما حلتهاش، طب مين هيتشجع تاني ويجي وانا الدنيا لسه متلخبطه عندي؟ طب الشغل اللي بيحصل دلوقتي في فض المنازعات مع المستثمرين ده جهد مشكور جدا الحقيقه بتقوم به الدكتوره نجلاء الاهواني والسيد رئيس الوزراء في لجنه تسويه المنازعات، وقطعوا شوط كبير، واعتقد ان اغلب المشاكل يا اما اتحلت يا اما اوشكت على الحل.
ومن هنا يمكن بنحيي الدكتورة نجلاء لأنها قايمة بدور وجهد جبار في المجال. لكن تاني المستثمر عايز يشوف صورة صافية لا تشوبها شائبة ويشوف شبكة علاقات تشريعية وآليات تشريعية واضحة ما فيهاش التفاف ولا وجاج. عشان كده قانون الاستثمار كان من الواجب أن يكون معلن وده للأسف قبلها بفترة. ما حصلش. تمام. طيب أرجع لحضرتك دكتور مصطفى، وكنت بتتكلم على الموائمة أو إن إحنا حققنا ما بين احتياجاتنا ومتطلباتنا إحنا في من مشروعات أو فرص للتنمية، وما بين برضو المستثمر عايز إيه. بس اتكلمت حضرتك وقفت عند أسلوب التنفيذ ومين اللي هينفذ، حكومة، قطاع عام، شركات خاصة، وده يفرق في إيه برضو في إنه أوصل استثمار الاستثمارات دي والعائد منها للمواطن المصري. أول حاجة يعني أنا كحكومة مش هتولى بنفسي إنشاء هذه المشروعات كما كان يحدث في عهد عبد الناصر. ومش هخرج تماما من الصورة كما كان يحدث في النصف الثاني من عهد مبارك، إن الدولة خرجت من إنتاج السلع والخدمات وسابت الباب للقطاع الخاص لوحده. النظام الجديد هيبقى فيه شراكة بين القطاعين العام والخاص. بمعنى أنا عندي شركات قابضة في كل قطاعات الاقتصاد بيتبعها شركات قديمة وحتساهم في رؤوس أموال شركات جديدة. ومطروح آلية كمان أن هذه الشركات القابضة تطرح سندات في البورصة للحصول على أموال للمساهمة في الشركات الجديدة. فأنا يبقى عندي مستثمر أجنبي شريك، وعندي شركات حكومية تعتبر مؤسسات مالية هتطرح سندات في البورصة ويبقى يتوفر عندها سيولة، ثم عندي طرح المشروع نسبة منه لي في البورصة. فأنا بنشط البورصة من خلال الأسهم اللي هتعرض للصغار المدخرين وكبار المدخرين، الشركات القابضة هتطرح سندات في الأسواق المالية، فهيبقى تمويل الاستثمارات العامة مش بالاعتماد على الموازنة، بالاعتماد على الأسواق المالية، وده إجراء سليم. فالآلية الجديدة اللي مختلفة عن ما سبق تنفيذه في العهود السابقة دي نجح، وبدأ بشايره تظهر زي ما أنا قلت في تمام مشروعات في قطاع البترول والبتروكيماويات مطروحة على المؤتمر، وده نجاح أن ده تغيير في السياسة. يعني قبل كده مثلا لما بنتكلم على مشاريع مدن جديدة أو الكلام ده ومطروحة برضو للاستثمار، قبل كده مثلا المستثمر خد ادي الأرض اهو ومش عارفة ايه وابني واعمل وخلص وكده، دلوقتي مصر هي شريكة فتفضل حاضرة يعني بالعائد بقى يعود علينا بشكل مستمر، مش خلاص أنا شلت ايدي من العملية. بالظبط. يعني أول حاجة في نظام اسمه نظام التطوير العقاري. فأنا مثلا في مشروع اللي هو توسعات مدينة 6 أكتوبر اللي بيطلقوا عليها 1 أكتوبر. فأنا مطرح المشروع كله إنشاء البنية الأساسية والأراضي ثم أطرحها للبيع للمصريين لإنشاء معايا. فأنا هنا الدولة كانت بتقوم بالعمل ده زمان. النهاردة أنا بجذب الاستثمار الأجنبي الخارجي وبشارك المصريين وبطرح في البورصة وبنشئ شركات للتطوير العقاري لتنمية 1 أكتوبر. مارينا 2 اللي هي جنوب المطروح مشروع اعلى برج، ماشي مش ايه المشكله ان مصر يبقى عندها اعلى برج. كل دي بكسب استثمارات اجنبيه وبشارك كشركات حكوميه وبطرح جزء في البورصه. طب انت عندك بتقرا كده يا دكتور مصطفى مؤشرات تقول لك احنا رايحين لحد فين او يعني ممكن نوصل لفين في المؤتمر؟ الوفد الكونجرس الامريكي النهارده لما بيزور القاهره كريستين لاجارد وانها جايه مؤسسه التمويل الدوليه والبنك الدولي ده يدينا على المستوى ده يدينا اي مؤشرات بقى والناس دي بتفكر ازاي في البلد؟ خلاص ما انا بقول لك الهزه، المصريين طلعوا من جيبهم 60 مليار جنيه ودعموا مشروع وطني. وضع اتغير، قطاع خاص مصري بيثق في دولته وبيدعمها بالاموال في المؤسسات الدوليه. في اسبوع 30 مليار من تحت الترابيزه لم تدخل بنوك قبل كده. فالناس دي صنفت الاقتصاد المصري اقتصاد مستقر. ثانيا انت كان عندك سندات دولاريه في عهد مبارك تم سدادها دفعه واحده، ده شيء جيد. انت كل الالتزامات اللي عليك العالم الخارجي سددتيها، فأنا صنفتك اقتصاد رفع تصنيف مصر
في سنة ونص لتصنيف اقتصاد مستقر. نعم احنا كنا بنتحايل عليهم يدونا 4.8 مليار دولار، النهاردة لقوا المصريين طلعوا أضعاف هذا المبلغ من جيوبهم، فأصبح هناك ثقة. الصندوق النقدي الدولي جه قعد مع الحكومة وشاف السياسات الاقتصادية وراجعها وأشاد بالثقة في الاقتصاد المصري، وقال إن معدل النمو المتوقع هيبقى 4.5%. كويس، يبقى إذن العالم ابتدى يثق فيك. ودي بقى الدور اللي 4.5%، واحنا كنا ما قبل 25 يناير 7.5%، لكن ما كانش بيوصل ثمار النمو للمواطن. ما كانش بيوصل للمواطن. ان انا بقى اغير المفهوم ده. ما هو النهارده لازم اشتغل اعلام جيد للمؤتمر على المواطن عشان يفهم اللي بيحصل ايه، وان لما اؤدي رسالتي والمواطن ما فهمش تبقى كارثه. طيب انا قاعده مع خبراء اقتصاد، لكن المواطن العادي اللي بيسمعنا دلوقتي ممكن يبقى ايه سياسه استثماريه، ايه خريطه استثماريه، ايه بيئه تشريعيه؟ انا ممكن احسب نجاح المؤتمر قد ايه من المشاريع اللي داخله بيها الحكومه هيتنفس؟ هل كده القياس صحيح ولا لا؟ لا طبعا القياس مش موضوعي ومش صحيح ومش علمي، لان مش بالعدد ومش بكميه المشروعات، انما بمردودها. يعني مشروع واحد زي قناة السويس، تنمية قناة السويس، يجب 30-40 مشروع آخرين من مصنع السجاير ولا البان ولا كوكاكولا ولا فده بس من الناحية العلمية. قيمة المشروع ومردوده على الاقتصاد القومي أهم بكتير من أعداد المشروعات. طب محور قناة السويس ليه مش حاضر؟ ده سؤال كلنا بنسأل السؤال ده، والحكومة ما كلفتش خاطرها أنها توضح أو تعلن. هل لأن الدراسات لسه مش كاملة؟ ده قصور. هل هيتعملوا مؤتمر مستقل؟ الله أعلم. الحكومة ما بتكلمش الناس، والحكومة ما بتعلنش الموقف. لا والله عملوا مؤتمرات وكلمونا كتير. قالوا إيه؟ قالوا ليه ما تعملش مشروع تنمية قناة السويس؟ ما حدش يعرف. مشروع تنمية قناة السويس هو اللي ممكن ينقل اقتصاد مصر نقلة أخرى. هل ثقة للمشروع يعني ده جاهز، وأول ما هنقول يلا قناة السويس الجديدة هنلاقي الدنيا يعني ألف مستثمر وألف كيان اقتصادي عايز يشارك؟ هما حاجتين مستقلتين ومتكاملتين. قناة السويس الجديدة اللي هي القناة اللي بتتحفر دلوقتي، اللي هي هتبقى جاهزة في أغسطس الجاي وهتفتتح في شهر أغسطس القادم، ودي اللي شغالة حفر اللي المصريين كلهم ساهموا في تمويلها. ممكن يجي لك الإجابة على سؤالك دلوقتي. الحكومة نسمع سيادة السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء معانا على تليفون. معالي السفير برحب بحضرتك. مساء الخير يا كندا. أهلا وسهلا بحضرتك. معالي السفير، احنا بنتكلم على الحكومة استعدادها المؤتمر الاقتصادي المطروح وما إلى آخره، لكن خلينا مع آخر جزئية أو تساؤل طرحه دكتور أحمد سلطان فيما يتعلق بمحور قناة السويس أو قناة السويس الجديدة، وليه ده مش حاضر في المؤتمر الاقتصادي. إيه رد حضرتك؟ لا هو طبعا في موضوعين في النقطة دي، فيما يتعلق بإزدواج قناة السويس، وطبعا هيئة قناة السويس متولية الموضوع وبتعلن بصفة دايمة عن معدلات التنفيذ اللي بتتم، وسيتم افتتاح القناة وتعميقها طبقا للجدول الموضوع لها. أما في إذا كنا بنتحدث عن محور قناة السويس، فبالفعل تم اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات أدت إلى فوز كونسورتيوم شركة الدار للهندسة بوضع مخطط عام للمشروع. المخطط سيكتمل ويعلن عنه خلال شهر مارس، وده جدول الموضوع منذ بداية أن تم اختيار هذا الكونسورتيوم للقيام بالتخطيط والإعلان عن منطقة المشروعات والتي سيتم تضمينها في هذا المحور. وبالفعل هناك جدول موضوع ومعلن، وبيتم المضي في تنفيذ خطواته والإعلان عنه طبقا للجدول الموضوع لي. لكن المشاريع ضمن هذا المخطط العام، مين الجهات اللي هتنفذ اللي هتمول الكلام ده؟ ده مش مطروح؟ لا ده المطروح بكل تأكيد. ده هناك جلسات خاصة معنية فقط بمنطقة قناة السويس وتنمية محور قناة السويس. هو بالعكس هو الميجا بروجكت اللي سيتم عرضه في المشروع في مؤتمر قناة تنمية ودعم المصري. يعني ده هو ليه جلسة مخصصة منفردة بيتم فيها عرض المشروعات المطروحة في هذا، سواء كانت مشروعات صناعية ومشروعات إسكانية ومشروعات تنموية، بيتم عرضه وبتحظى بجانب مهم وجلسة مخصصة فقط لتنمية محور قناة السويس.
طيب جزئية تانية معالي السفير، بنتكلم على البيئة التشريعية، مناخ استثمار جاذب، كان الجزئية المتعلقة بقانون الاستثمار انه تأخر في الصدور وتأخر في طرحه للرأي العام، بنتكلم على الداخل او حتى بالنسبة للمستثمرين الاجانب ويكون عندهم تصور متكامل بخصوصه. حزمة التشريعات بنتكلم انها هتصدر في الساعات القادمه ولا في منها اللي مؤجل ما بعد المؤتمر، وانا سمعت الكلام ده في المؤتمر الصحفي للساده الوزراء. يعني بكل تاكيد الاصلاحات التشريعيه والاجرائيه المعنيه بتحسين مناخ الاستثمار ده محور اساسي في جهد الحكومه لوضع مصر وعودتها الى خارطه الاستثمار العالمي. خليني اشير الى انه بالفعل صدرت عدد كبير من التشريعات المتعلقه بهذا الامر، ومن هذا قانون حمايه المنافسه، قانون التمويل متناهي الصغر، قانون التعدين، قانون تنظيم الطعن على العقود، قانون حمايه المنتج المصري، تعديل في قانون سوق راس المال، إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير تلك الإجراءات، قانون الطاقة المتجددة، كل دي تشريعات صدرت بالفعل وهي معنية بتحسين مناخ الاستثمار. قانون الاستثمار تم بالفعل الموافقة عليه داخل اللجنة العليا لإصلاح التشريع وعرض في آخر جلسات مجلس الوزراء وتم رفعه لمجلس الدولة ومن ثم إلى رئاسة الجمهورية لإصداره، وإن شاء الله سوف يصدر. حضرتك بتقول قانون الاستثمار الموحد معالي السفير؟ نعم، قانون الاستثمار الموحد تم الموافقة عليه بصورة نهائية من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وعرض بالفعل في آخر اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي وتم الموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الدولة للمراجعة النهائية ومن ثم رفعه للسيد الرئيس. لا، هو دلوقتي في مجلس الدولة ولا في الرئاسة؟ يعني من المتوقع أن هو يكون بالفعل قد وصل من مجلس الدولة إلى الرئاسة تمهيدا لإصداره والموافقة إقراره وإصداره. طيب ما هي ده هنا السؤال، إن احنا متأخرين كده إنه يتعرض، إن الناس تبقى عارفة هي جاية على أي أساس؟ لا، بكل تأكيد كان هناك عدد من المؤتمرات الصحفية والاجتماعات مع المستثمرين اللي بيتم التشاور معهم في عدد من المشروعات اللي سيتم طرحها في المؤتمر، وكان هناك عرض لأهم الملامح التي سوف يحتويها وسيشملها قانون الاستثمار الجديد. قد تري حضرتك أن هناك بعض التأخير في إصدار القانون، ولكن كان الغرض منه أنه تم عمل دراسة مقارنة بين عدد من التشريعات القائمة في عدد من الدول التي تمثل نماذج نجاح وقصص نجاح في العالم الخارجي. 10 من الدول تم عمل مقارنة في قوانين الاستثمار التي عملت بها تلك الدول بحيث يتم تضمين القانون المصري ما يتناسب وما أهم ما جاء في تلك القوانين، وبناء عليه ذاك يمكن بالإضافة إلى فتح الأمر للدراسة من جانب أساتذة القانون وأساتذة الاقتصاد وأيضا رجال الأعمال، وكان كل كان هناك في عدد مفهوم. يا سيادة السفير، طبعا أنا أسفل على مقاطعتك لكن خلاص وقتنا انتهى، لكن بالتأكيد هنرجع وهنتكلم تاني من هنا لغاية يوم الجمعة ووقت المؤتمر الاقتصادي، لازم هنستوضح بعض الأمور من حضرتك سيادة السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء وأيضا باسم المؤتمر الاقتصادي. شكرا جزيلا لحضرتك. الدقايق الأخيرة عايزة تعليقات من حضرتكم على اللي سمعتوه من معالي السفير ورؤيتكم أو ما تتوقعوا أو تأملوا إن شاء الله. تفضل دكتور مصطفى. يعني طبعا أهم حاجة في القانون الجديد في الاستثمار اللي هو آلية فض منازعات الاستثمار، فهو خير المستثمر بين اللجوء إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أو اللجوء إلى قانون التحكيم التجاري لحل المشاكل. فهو ما فرضش نظام معين، فبرضو أدى استمر دور اللجنة الوزارية اللي حلت بعض المشاكل في الماضي، هيكون اختياري للمستثمر. دي بالنسبة وده شايفه في جملة أخيرة ده إن يعني رجع التحكيم تاني المصري تبقى لقانون التحكيم المصري، ده شيء جيد في صالح الجانب المصري. حضرتك يا دكتور، الحقيقة أنا سعيد بكلام سيادة السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، بس تاني زي ما أكد سيادته أن المخطط العام بتاع تنمية قناة السويس لسه لم يصدر، المؤتمر بعد 6 أيام. قانون الاستثمار لسه لم يصدر، المؤتمر بعد 6 أيام. لكن خلينا نتجاوز كل ده ونبقى متفائلين زي ما كنا بنتكلم في الفاصل، ونقول ان نبص لقدام ان شاء الله الحاجات دي تطلع، ان شاء الله البلد تتقدم للعالم حوالينا بالصوره الواجبه اللائقه. المصريين محتاجين يفرحوا ونفسهم يفرحوا، بس مش عايزين نفرح بالكلام، عايزين شغل على الارض طبعا. وعمل تنفيذي جاد. التوقيتات مهمة، الناس الثقافة المصرية بنعمل الواجب في اللحظات الأخيرة، لازم نفسنا. التوقيتات مهمة جدا في التعامل مع العالم الخارجي طبعا. الشفافية والوضوح طبعا.
التام مطلوب في التعامل مع العالم الخارجي، وتاني عايزين نبص الموضوع على مستوى الماكرو أو المستوى الكلي، مش مستوى مشروعات صغيرة أو مستوى جزئي. يا رب خير يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور أحمد سلطان خبير النقل الدولي واللوجستيات، وشكرا جزيلا دكتور مصطفى النشرتي وكيل كلية اقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، شكرا جزيلا على وجودكم معنا النهاردة. بشكر حضراتكم وبكرة يوم جديد في الحياة اليوم، نشوفكم على كل خير.